السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في محاضرة البيم أند أرك جي أي إس ميك سايتز سمارتر لأستاذنا الفاضل باشمهندس أيمن أنديل. اتفضل أستاذنا. السلام عليكم. السلام عليكم مهندس عمر. بتوجه طبعا بالبداية بالشكر لمهندس عمر ومؤسسة بيم أريبيا للاستضافة. وزي ما احنا بدأنا المرة اللي فاتت الكورس بتاعنا الخاص بالبيم أبليكيشن في الانفراستراكشر، بدأنا بالمحاضرة الأولى وكانت بعنوان Introduction to BIM and Infrastructure Project، وعرفنا يعني ايه الفاليو اللي ممكن البيم يضيفها للانفراستراكشر. بعد كده هنتنقل النهارده للمحاضره رقم 2 وهي بعنوان بيم اند جي اي اس كان ميك سيتيز سمارتر. طبعا احنا المواضيع بتاعتنا مواضيع منفصله بحيث ان احنا اي حد حابب ان هو يرجع المحاضره الاولى او المحاضره الثانيه او ياخد كل محاضره منفصله ما فيش فيه أي مشكلة، واعتبر أنت بتاخد في كل محاضرة كورس منفصل خاص بالموضوع ده. فلو اتنقلنا للمحاضرة بتاعت النهاردة وهي محاضرة من وجهة نظري شيقة والمحتوى بتاعها كويس جدا. اللي ما يعرفنيش، أنا المهندس أيمن أنديل، مهندس مدني سينيور سيفل إنجينير، 12 سنة خبرة، ريكس سيرتيفايد بيم سبيشاليست و بروفيشنال انستراكتور فروم اوتوديسك. لو قلنا بيم اند جي اي اس، طب ايه هي محتويات المحاضره بتاعت النهارده؟ اول حاجه عندنا الكرنت تشالنجز، ايه هي التحديات اللي موجوده حاليا في الوضع الحالي اللي انا محتاج ان انا احلها. تاني حاجه البيم اند جي اي اس، ايه اللي هي الاضافه اللي ممكن يضيفها البيم مع الجي اي اس انتجريشن. بعد كده ايه هو مفهوم السمارت سيتيز، وبدام اتكلمت عن السمارت سيتيز لازم اتكلم على الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء. بعد كده بتحول من انترنت الاشياء الى البيج داتا، ايه هي البيانات الضخمه. وبعد كده الابلكيشن ممكن نعتمد عليها من خلال السمارت سيتيز. زي ما احنا شايفين قدامنا ايه هي الميجر تشالنجز او التحديات الكبرى. زي ما احنا بنشوف في بعض العواصم او في بعض المدن مجرد ما بيحصل الامطار بنلاقي معظم الشوارع حصل لها فيضانات او امتلأت بالمياه، وطبعا حصل شلل كامل للمرور والطرق. طبعا ده ليه؟ لان البنية التحتية لا تستوعب الامطار او تستوعب كمية الامطار الموجودة، وفي معظم الاحيان بيتم صرف المطر على مواسير الصرف، وده طبعا بينتج عنه اوفر كاباسيتي للكلام ده، وبيحصل المنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده. طب ايه تاني؟ ايه تاني ممكن يعمل عندي الكلام ده؟ لو عندي لاند يوز تشينج، لو عندي مشاكل في توزيع الاراضي او محتاج ان انا اعمل ريديستريبيوشن لللاند بتاعتي، او عندي ان بلاند اكسبانشن يعني عندي توسع غير مخطط ليه، او عندي مشاكل في الووتر سبلاي زي ما احنا اتكلمنا او في اليوتيليتيز بشكل عام. طب انا عايز احسن الكلام ده. طبعا الصوره دي احنا فاكرينها من المحاضره الاولى وقلنا ايه هو دورك كمهندس. دورك كمهندس ان انت تحل المشاكل بتاعت الناس دي. طيب المشاكل دي طبعا مشاكل ترانسبورتيشن، مشاكل يوتيليتيز، مشاكل ميه، مشاكل سيرفيس بروفايدنج، كل انواع المشاكل الموجوده في الصوره دي. طيب لو قلنا ان 200 الف شخص بيتنقلوا يوميا بين المدن، عندنا 6.3 بليون نسمه هيبقوا موجودين في العالم بزياده مقدارها 75% من 3.6 اللي كانت في 2010 حلول عام 2050. 15 تريليون هو حجم الاستثمارات في مجال الكونستراكشن في 2025. 13 ألف مبنى بيتبنى يوميا، ولكن لم تكتمل الحاجة بعد المباني أو لم تكتمل حاجة المواطنين من المباني. 3.7 تريليون
حجم الاستثمارات في الانفراستراكشر. طبعا بنتكلم عن ارقام مهوله وبنتكلم جلوبالي طبعا، فاللي احنا بنتكلم او التطبيق البيم او الجي اي اس والتكنولوجيا الحديثه بشكل عام في مجال الانفراستراكشر هيكون لها مستقبل كبير جدا في الفتره الجايه. طيب لو قلنا ايه اللي انا ممكن اعمله او ايه التحديات اللي انا ممكن اعملها او حلها عن طريق ايه، ان احنا لازم نفكر بشكل مختلف، ان احنا لازم نفكر ازاي نغير طريقتنا في الشغل او طريقتنا في التصميم والتنفيذ وهكذا. طب عشان اغير طريقتي بعمل ايه؟ لازم ابحث عن طريقه فيها البيتر بلاننج ديزايننج كونستراكشن اند اوبريشن. طب اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ لو عملت انتجريشن بين البي اي ام والجي اي اس هيحصل عندي انهانسمنت في حاجات كتيره جدا، لان كل حاجه من سواء البيم او جي اس بتضيف حاجه معينه للمشروع، فالانتجريشن ما بينهم هيديني خدمه افضل ومنتج احسن. طب لو اتكلمنا عن البيم، طبعا احنا اتكلمنا عن البيم في المحاضره اللي فاتت وعرفنا البيم هو عباره عن ايه. النهارده هنمثل البيم في معنى بسيط جدا، هو 3D Digital Representation of Infrastructure. فانا بمثل البيم عندي او بمثل الانفراستراكشر عندي بشكل السمارت اليمنتس اللي احنا قلنا عليها، بحولها من ال 2D الى ال 3D، وكل اليمنت بيحمل الكرايتيريا الخاصه بيه، سواء مثلا لو ماسوره بيحمل القطر بتاعها، الفلو اللي فيها، سواء طريق، الطبقات بتاعت الطريق، عرض الطريق، اللايتنج، قوه الاضاءه. فالمنتج او الاليمنت اللي هيروح من البيم الى الجي اي اس هو منتج محمل بالانفورميشن، تمام؟ هو سمارت اليمنت. طيب الكلام ده يبقى انكلودد ايه؟ دايمنشن، الماتيريال، المانيوفاكشرنج، التصنيع او المصنعين وهكذا. طيب الكلام ده بيساعدني في ايه؟ بيساعدني ان انا احصل على بروبر ديزاين كونستراكشن اوبريشن اند مينتنس. طب لو اتكلمنا عن الجي اي اس وقلنا جيوغرافيك انفورميشن سيستم، هنقول له عباره عن فريم ورك فور جازرينج مانجينج اناليزنج للداتا، لتجميع واداره وتحليل الداتا. الفرق بين الجي اي اس والبي اي ام، الجي اي اس دايما بيريفير لي حاجه اسمها السبشال لوكيشن او المرجع المكاني، اللي انا اي نقطه بحطها او اي معلومه بحطها دايما بريفير للموقع بتاعها. فلو افترضنا ان احنا بنتكلم عن الجي اي اس، فانا بتكلم على مجموعه من اللايرز، بتكلم عن اريال ايمج او صوره جويه، بتكلم عن لاير خاصه بالطرق، بتكلم عن لاير خاصه بالميه او البحر، لاير خاصه بالانفراستراكشر، لاير خاصه باليوتيليتيز. بجمع ده كله مع بعضه بيديني في الاخر 3D موديل للسيتي. طيب لو قلنا الكلام ده في شكل اخر، بنلاقي اللي احنا عندنا هنا الداتا سورس. اول حاجه الداتا سورس وليكن مثلا ستريت داتا، دي الخريطه بتاعت او اللاير بتاعت الطرق. وبعد كده عندي بيلدينج داتا، اضفت البيلدينج الى الطرق، وبعد كده اضفت مثلا فيجيتيشن او البلانتنج، وبعد كده بيحصل عندي الانتجريتد داتا اللي هي الفول بيكتشر للخريطه. طبعا الكلام ده كان بيحصل زمان لحد وقت قريب في ال 2D، يعني كل بشتغل كل اللايرز دي زي الاكس ريف بتاعت الكات كده، بشتغل كل ده في ال 2D. طبعا ال 2D كان بيفيدني بس مش بيفيدني قوي، لان تعتبر كل الاليمنت اللي فيه دمب اليمنتس او عناصر غير ذكيه، وده هو التحدي اللي انا عايز احول الكلام ده كله من ال 2D الى ال 3D جي اي اس، او هو ده الانتجريشن اللي هيتم ما بين البيم والجي اي اس. طبعا ده شكل تخيلي للانتجريشن، حول الكلام ده كله من ال 2D layer الى 3D layer. طب ايه هي البيم يوزز في مجال الجي اي اس او بشكل عام؟ البيم يوزز ممكن استخدم البيم في الموديلنج، في الديزاين، بعمل سيرفينج، طبعا بعمل داتا كوليكشن، فبستخدمه في البلاننج، سايت سيلكشن، كونسبشوال ديزاين، كلاش ديتكشن، سيميوليشن، بعمل مالتي ديسيبلين كوردينيشن، كونستراكشن، construction management and operation and maintenance. لو قلنا مقارنة سريعة ما بين البي اي ام والجي اي اس،
هنقول البي اي ام، انا بتعامل هنا مع بيلدينج، ومش شرط بيلدينج، ممكن طبعا يبقى انفراستراكشر يوتيليتيز وهكذا، ولكن جي اي اس دايما بريفير للارث. افتكر الكلمه دي، ان الجي اي اس دايما بيريفير لي المرجع المكاني للاليمنت. تمام، البي اي ام هيبقى الاليمنت محمل بيه الانفورميشن. لو عملنا كومبينيشن هيبقى الاليمنت بتاعي ده هو سمارت اليمنت وموجود في مكانه، وده اللي انا عايز احصل عليه. طيب لو احنا قلنا عناصر البيم او الاليمنتس بتاعت البيم، اللي انا بتكلم عن حيطه، بتكلم عن بلاطه، بتكلم عن عمود، كل اليمنت من دول معروف داخل البرنامج اللي انا بشتغل بيه في بيئه عمل البيم ان هو سمارت اليمنت. لو راح من برنامج للتاني بيروح بنفس الخصائص بتاعته والكرايتيريا بتاعته. تمام، طبعا الفورمات اللي دايما الاكثر شهره في البيم او الكلاس اللي بيتنقل من برنامج الى اخر هو الاي اف سي او الاندستريال فاونديشن كلاسز. المقابل ليه في الجي اي اس هو الايه، سي تي جي ام ال. لو قلنا احنا بنتعامل هنا مع وولز وبيلرز وفلورز وويندوز والكلام ده، في البيم بتعامل طبعا مع جي اي اس، مع روتس، مع بيلدينج، مع انفراستراكشر، شبكات كامله. طيب لو اتكلمنا بشكل اخر عن الانتجريشن ما بين البيم والجي اي اس، هنقدر نقول ان البيم بياخد من فوق لتحت، بمعنى بشوف الموقع فين، بجمع الداتا، الكانتري، السيتي، الايمج، السيرفي، وبعد كده بوصل للموديل بتاعي، بصمم الموديل بتاعي، باخد الموديل ده وخلص البنية التحتية بتاعته والموديلنج بتاعه والديزاين بتاعه، وبعد كده ببدأ ارجع تاني الى الورلد. اذا الانفورميشن اللي انا صنعتها في البيم بروح اسجلها تاني في الجي اي اس. طيب لو احنا قلنا الكلام ده مقسوم الى جزئين، مقسوم الى الاندور والاوت دور. الاندور بشتغل في نطاق عمل البيم او نطاق عمل الموديل، والاوت دور بشتغل في نطاق عمل المدينة. طيب لو احنا بنتكلم عن الشكل اللي احنا متخيلينه في مجال السمارت سيتي للانتجريشن ما بين البي اي ام والجي اي اس، هنلاقي الموضوع هيبتدي في اول حاجه التقسيمه بتاعت كابيتال بروجيكتس او الكابيتال بورتفوليو. هنا بتعامل مع بروجيكت وهنا بتعامل مع بورتفوليو. طبعا احنا عارفين بورتفوليو مجموعه من البروجيكت والبروجرامز، والبروجرام هو مجموعه من البروجيكتس، فده الهاير ليفل من البروجيكتس. لو بدأنا بالبريمير ديزاين او التصميم الكونسبشوال ديزاين، بنروح للديتيل ديزاين في البيم، ومنها الى البري كونستراكشن، ثم الكونستراكشن، ثم الدوكيومنتيشن. خلاص انا كده قفلت الموديل بتاعي في البيم وطلعت بالسمارت موديل. السمارت موديل ده هيبقى الستارت بتاعتي او البيم داتا بتاعتي اللي هتخش في اللوب بتاعت الجي اس. نعمل مونيتورنج، وبعد كده هنعمل ريفينيو جنريشن، ماستر بلاننج، ريجوليشن، ونطلع من الكلام ده بجي اي اس داتا تخش كاسيتس جديده في اي مشروع هبداه. فالسايكل دي طبعا زي ما احنا شايفين ده بيلف وده بيلف، ففي انتجريشن ما بين الاثنين. طبعا طول عمر الكاد والجي اي اس في بينهم منافسه قويه جدا، ولكن في سنه 2020 دلوقتي معظم الانتجريشن او معظم الابلكيشن الخاصه بالبيم اصبح فيها جي اي اس ابلكيشن، وتقدر ان انت تتعامل داخل بيئه عمل البيم او جي اي اس بالفول كولابريشن. طب لو احنا جمعنا الاثنين دول مع بعض، ايه اللي احنا هنحصل عليه؟ هنحصل على الانيبل بيتر انفورمد اند سمارتر ديسيجن ميكنج. طبعا الستيك هولدر انجيجمنت او اصحاب المصلحه اقدر ادخله معايا في الموضوع، اقدر اعرفهم البروبوزل او المقترحات اللي انا شغال فيها، وبتقدر الناس تتخيل معايا الموضوع واخد ابروفال. طبعا بينتج عن الكلام ده الانفورميشن لوس او الجاب اللي بتحصل ما بين الانفورميشن بتقل، فطبعا ده بيعمل عندي سيفنج للكوست. وطبعا لو حصلت على كل ده في الاخر بيديني حاجه اسمها ايه، سمارت انفراستراكشر اند سمارت سيتي. طيب البيم والجي اي اس هل بس هم دول اللي ممكن يخلوا المدينه سمارت؟ لا، في الحقيقه لو احنا اتكلمنا عن الترم الخاص بسمارت يبقى لازم اتكلم عن الجي اي اس واتكلم عن البيم، وبرده لازم اتكلم عن ريال كابتشر والاي او تي او انترنت اوف
ثينجز او الانترنت الاشياء. زي ما احنا اتفقنا لو جمعنا ده كله مع بعضه بنحصل على ممكن مشاريع اكثر تعقيدا بنوصلها في وقت اقل، بنعمل طبعا افكتيف كوميونيكيشن وبنقلل الريسك. لو شفنا فيديو بيوضح الفكرة اللي احنا قلناها دي، زي ما احنا شايفين دي اللايرز اللي احنا اتكلمنا عنها، كل الديسيبلين بتشتغل مع بعضها. ده طبعا ريال كابشر بوينت كلاود، بحولها الى 3D استخدمها بعد كده في عملية الموديلينج. طبعا ده الفلات سيميوليشن، بقدر اعرف منه حدود الفيضان المتوقعة، طبعا انرجي يوسج سوري، طيب لو احنا طيب نرجع للفيديو تاني. الناس كلها معايا؟ ممكن الناس تكتب واحد عشان اتأكد ان الناس كلها معايا. تمام ممتاز. هندخل دلوقتي على طول على السلايد اللي بعدها. طيب انا بعد ما حصلت على الـ GIS وحصلت على الـ BIM أو الـ Building Information Model، عايزين نعمل الميكس ما بين الاتنين. بيسموا الكلام ده Digital Twin، بيقولوا الـ BIM هو وقود الـ GIS والـ GIS هو وقود الـ BIM، فبيسموا الكلام ده Digital Twin. طبعا زي ما احنا قلنا Real Capture 3D Modeling دي نقطة البداية بتاعتي، دايما بعمل Capturing للـ Existing Condition بأي نوع من أنواع الـ Laser Scanning، وباخد الكلام ده طبعا درونز والتطبيقات كتيرة جدا، باخد الكلام ده وبحط عليه الموديل البيم بتاعي، وباخد الكلام ده جمع الجي اي اس ده البيم، بيطلع عندي الداتا اند 3 دي جي اي اس اند بيم موديل. طيب لو دخلنا بعد كده على مراحل تكوين الديجيتال ماب، زي ما احنا قلنا بنعمل اول حاجه ال 3 دي فيجواليزيشن و 3D map for unit based indoor application، ومن ال indoor بعد stage 1 و stage 2 بنروح لل outdoor أو 3D maps for city modeling، ال scale الخاص بالمدينة أو 3D digital map للمدينة. طيب إيه هي المراحل اللي بمر بيها؟ طبعا ببدأ من مرحلة ال planning، مرحلة ال planning، ومرحلة البيانات زي ما احنا قلنا بنعمل فيها فيجواليزيشن وسيميوليشن وبحط الكونسبت، بعد كده مرحلة طبعا البلاننج والديزاين، بعد كده مرحلة الكونستراكشن ببدأ عملية التنفيذ بتاعتي، وبعد كده مرحلة الاوبريشن اند مينتنس. طبعا ده كله بيتم على خريطة مبنية من البداية، بتتطور بعد ما خدناها ككونسبت بحط عليها الموديل بتاعي، و
واتطور الخريطه، بستخدم حتى الخريطه دي الجيو ريفرنس اللي شغاله كوردينيتس مظبوطه، الاليمنتس فيها متغذيه بكافه العناصر، باخدها بشتغل فيها في الكونستراكشن، وبعد كده بستغل نفس الخريطه ونفس الابلكيشن الى مرحله الاوبريشن والمينتنس. طبعا نشوف ده في امثله اكتر في الفيديو. طيب الباس فروم بي اي ام تو ديجيتال توين، احنا قلنا ديجيتال توين يعني بيم زائد جي اي اس. اوكي طيب قلنا هناخد ال 3 دي ماب او الديجيتال ماب ونجمع عليها ال 3 دي اندور ونحصل منهم على 3 دي سيتي موديل. نفس الكلام اللي احنا قلناه هنا، لو افترضنا اللي فوق ده هو الجي اي اس واللي تحت ده هو البي اي ام وده الفاصل ما بينهم، هنبدا ناخد 3 دي ماب وذ بيم يوزز. هتبقى البدايه بتاعتي باخدها، طبعا بنطلع منها بالريال كابشر والداتا كابشر السيناريو موديلنج والفوركاستنج، ناخد الكلام ده ونخش بيه في البيم. بعمل ايه بقى في البيم؟ بعمل ديزاين، بعمل بيرفورمانس اناليسيس، سيميليشن، كونستراكشن، بخلص الكلام ده كله في الكونكتد بيم، بطلع بالاسيت مانجمنت. بتبقى دي نقطه البدايه بتاعتي لو حبيت اشتغل مشروع تاني، بخزن الداتا دي كلها في الجيوسبشال موديلنج او الجي اي اس انفورميشن داتا بيس، وبتبقى دي نقطه البدايه بتاعتي لو حبيت اشتغل في المكان ده او حبيت اجمع اي داتا عن المنطقه دي. بتبقى الداتا متخزنه بعناصر ذكيه زي ما احنا قلنا، فرق كبير جدا ما بين جي اي اس في 2 دي وجي اي اس مع البيم. طب بنبدا تاني طبعا في الديجيتال انجينير، بنبدا السايكل تاني من الجي اي اس. طبعا ده تمثيل، اعتقد دي غرفه فيها بعض الانسترومنتس، ده بيبين لك الفرق ما بين السورس بيم داتا وتمثيلها في الجي اي اس. طبعا في البيم احنا محتاجين كل التفاصيل، كل الابعاد، كل الداتا اللي جوه، كل الكومبوننتس اشكالها وتفصيلتها، وده دايما الاندور بيم واللي احنا بنشتغل فيه في مجال البيم. طب السمبليفايد بتاعها، السمبليفايد بتاعها بيبقى الاوتر طبعا لاينز والباوندري الداخليه. طيب لو بنتكلم على الاف بي اكس وده امتداد بنستخدمه في الانتجريشن طبعا ما بين البي اي ام والجي اي اس، بيبقى برضو سكيماتيك ديزاين. طبعا انا خدت الكلام ده بروح للجي اي اس، الجي اي اس ممكن ياخد الابعاد الخارجيه لانه بيهتم اكتر بالبعد المكاني والموقع الخاص بالكومبوننت، ولكن كل الخصائص بتاعتي اللي موجوده هنا بقدر كمان احصل عليها داخل الجي اس، لكن مش بيهتم بكل التفاصيل اللي جوه دي زي ما بيهتم بيها البي اي ام، ولكن الموديل ده بالكامل بيروح داخل الجي اس. طبعا اصبح في انتجريشن كامل دلوقتي ما بين الريفت وما بين الجي اس وما بين الانفر ووركس والجي اس والسيفل 3 دي وهكذا. طبعا احنا بنتكلم عن الانفراستراكشر، فاحنا هناخد مثال على الانتجريشن ما بين الانفر ووركس والسيفل 3 دي والجي اي اس، ازاي ان احنا نقدر نحصل على المعلومات من الانفر ووركس نروح بيها الجي اي اس ونرجع تاني الى سيفل 3 دي نخلص تصميم ونرجع تاني جي اس. طبعا ده هناخد عليه مثال ان شاء الله في المحاضره الجايه. طيب لو قلنا ان احنا بنتكلم على الفورمات اللي احنا ممكن نحصل عليها او الفورمات اللي ممكن تجمع لنا الكلام ده كله مع بعضه، زي ما احنا اتكلمنا قبل كده ان في البي اي ام كان في الفورمات اللي ممكن نتنقل بين كل البرامج باستخدامه هو الاي اف سي او الاندستريال فاونديشن كلاسز، ولكن في الجي اس احنا بنتعامل مع حاجه اسمها سي تي جي ام ال، وده عباره عن open standardized data model بيسمح لنا نعمل exchange للفورمات ولكن خاصة بال 3D models of cities، وطبعا بيستخدم في transfer ما بين المودلز وبعضها. المودلز دي ممكن تبقى river، ممكن تبقى طريق، ممكن يبقى bridge وهكذا. اذا انا بتعامل هنا مع city furniture، مش بتعامل مع model elements او مش بتعامل مع building elements. انت بتعامل هناك بحاجه اسمها اف سي، هنا بتعامل بحاجه اسمها سي تي جي ام ال. ده الفورمات اللي بينقلني من مكان الى اخر وبيقدر البرنامج اللي واقفه، وزي ما كان عندي هناك ال او دي هنا برضو عندي ال او دي، وطبعا كل ال او دي خاصه بالسي تي جي ام ال بتوضح لي ليفل معين من الانفورميشن المفروض ان انا احصل عليه. تمام،
لو اتكلمنا على الانتجريشن ما بين السي تي جي ام ال والاي اف سي، هنلاقي ان احنا لو بنتكلم على سكيل وورلد زي ما احنا قلنا، بناخد من وورلد للكنتري ريجن سيتي سايت. اول ما وصلت للسايت بيبدا عندي يشتغل الاي اف سي والبيم، يبدا السايت اخش منه على البيلدينج الستوري الكومبوننتس، اخلص الشغل بتاعي وارجع تاني على جي اي اس احط الموديل بتاعي في مكانه بالكرايتيريا بتاعته بالخصائص بتاعته. طيب لو احنا قلنا الاي اف سي والجي اي اس، هل في بينهم انتجريشن؟ زي ما احنا قلنا الاي اف سي بيتعامل مع بيلدينج سبيسز ستوريز، سي جي ام ال بيتعامل مع بيلدينج ورودز، طبعا بيلدينج معناها الكامل رومز وول ستراكشر ودورز، والانتجريشن ما بينهم طبعا في نقطه التلاقي خاصه بيه، معلومات بتخلص من الموديل تروح للسايت، ومن السايت بتروح الى الماب الكبيره الخاصه بالورلد، بنخزن الداتا نرجع نحتاج لها تاني. زي ما احنا قلنا بدان في ال او دي في البيم، برضو في ال او دي في الجي اس، بتبتدي طبعا من الزيرو وواحد واثنين وثلاثه واربعه، بيجي الجي اس بينتهي عند الاربعه، ولكن في الاندور بنكمل لل او دي 5 في ال او دي 6 في البيم. طبعا ده تيبل بيوضح الفرق ما بين البيم داتا والجي اس داتا لو بنتكلم على ال او دي، طبعا ده برزنتيشن لشكل الانفورميشن ديفلوبمنت من خلال كل المعلومات الخاصه بال ال او دي. طبعا بنبدا من الاوت دور، بنوصل عند مرحله بيجتمع فيها الاندور والاوت دور زي ما قلنا السايت، بعد كده بيبدا الاندور يشتغل داخل المباني مع البيم. طيب زي ما احنا قلنا احنا الكلام ده طبعا بيبقى على شكل مابس او على شكل لايرز، في زمان كان في جي اس في ال 2 دي. طبعا اللايرز دي ممكن تبقى مش شرط تبقى لاير خاصه بالطرق ولا في الانفراستراكشر، ولا كان ممكن لاير تبقى خاصه بالترانسبورتيشن، ممكن تبقى خاصه بالموفمنت اللاند يوز، حتى بمعدل الجريمه والامان اللاند كفر كربون اميشنز سبشال لاي اوتس او الموقع المكاني. كل اللايرز دي وكل ما احط لاير اكتر 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 أو كل ما الدينا تكون اكثر ذكاء واكثر امتلاء او اكثر احتواء على المعلومات اللي بتخدمني في سرعه اتخاذ القرار. انا ليه بدور على سمارت سيتي؟ وده هنعرفه في اليونت الجايه. انا بدور على سمارت سيتي عشان اقدر اخد قرار سريع واقدر اعمل بريدكت للازمه قبل ما تحصل، ويجيني نوتيفيكيشن بالازمه قبل ما تحصل. فاذا سمارت سيتي مش معناها مدينه ذكيه بتفكر، لا، مدينه تحتوي على المعلومات الكافيه لاتخاذ القرار. احنا طبعا كل الكلام ده بيبقى عندنا موجود على خرائط ورقيه ومرمي في المكاتب وفي الادراج، ومفيش حد بيستغله. لو حولنا كل الكلام ده الى معلومات محسوسه و3D موديل اقدر انا استفيد بيها واحطها في شكل طبقات، كل طبقه بتديني معلومه، اقدر انا اخد قرار باكثر المدن جريمه، يبقى محتاجه مثلا هنا مركز شرطه، محتاجه ازود كاميرات مراقبه، محتاج اشتغل على معدل الامان. زي احنا شفنا الازمه اللي حصلت خاصه بالكورونا كان فيها جزء كبير جدا من الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، كان فيها ارتفيشال انتليجنت، وتعاملت الدول اللي كان ليها سبق في التكنولوجيا معاها باحترافيه كامله، لان كان عندها داتا بيس كامله. يعني المواطن ده خرج من هنا وصل هنا، يبقى الراجل ده اتعامل مع كام حاله، يبقى الثلاثه اللي اتعامل معاهم موجودين في الاماكن دي، فقدر يحصر الموضوع. غير الناس اللي شغاله بدون خريطه، الناس اللي لحد الان شغاله ورقي ما عندناش داتابيس حتى بالاسماء بالاماكن، طبعا ده بيبقى الموضوع صعب جدا عليهم. طيب لو خدنا فيديو بيوضح الفكره.
طبعا زي ما احنا شوفنا في الفيديو، الفيديو بدأ بصورة عكس الصورة دي بالظبط، كانت أبيض وأسود، وهي الحالة اللي احنا تقريبا كلنا عايشين فيها دلوقتي، وهي الانفورميشن لوس أو فقد المعلومات، لأن احنا لسه بنشتغل بالتراديشنال واي. وطبعا نتيجة اللي هم استخدموا عدة تقنيات في الكونسبت والديتيل ديزاين، واستخدم السيفل 3 دي، وعمل سيميوليشن، وخد أكتر من بروبوزل، قدر ان هو يحول طبعا المدينه زي ما احنا شفناها من مدينه عاديه الى السمارت سيتي، وده طبعا باستخدام طبعا التكنولوجيا، استخدم سيف 3 دي، وعمل سيميوليشن للطرق، وعمل سيميوليشن لحركه ترافيك، حط اكتر من بروبوزل للانفراستراكشر يوتيليتيز. في البدايه حط اكتر من بروبوزل للسايت، واختبرهم من ناحيه الماس ومن ناحيه التمبريتشر، والانفراستراكشر يوتيليتي الخاصه بالستورم عمل لها اناليسز، وهكذا. طيب لو اتنقلنا للجزء الثالث من المحاضره، هو خاص بالسمارت سيتيز. يعني ايه سمارت سيتي؟ خلاص انت بتتكلم عن سمارت سيتي بقى لك فتره، انا عايز اعرف يعني ايه سمارت سيتي. انا اتكلمت عن الجي او اس واتكلمت عن البيم، هنتكلم عن الجي او اس دلوقتي، هنتكلم عن السمارت سيتي. لو بنتكلم عن السمارت سيتي، في حاجات كده لازم اكون عارفها ولازم اتكلم عنها. اتكلمنا عن الجي اس، هنتكلم عن الاي او تي ويعني ايه بيج داتا. طبعا الكلاود كومبيوتنج هي ريزلت ما بين الاي او تي والبيج داتا، نتيجه ان انا حصلت على معلومات من الاي او تي، بعمل اناليسز للمعلومات دي في حاجه اسمها الكلاود كومبيوتنج، وبعد كده بستغل الكلام ده، بعمل موبايل تكنولوجي او موبايل ابلكيشن، وبستخدم الكلام طبعا كله في التحكم في المدينه عن طريق مجموعة من التطبيقات اللي احنا بنتعامل بيها يوميا كلنا. طيب لو اخدنا يعني ايه سمارت سيتي، المدينة الذكية هي مدينة قادرة على مونيتورينج وانتجريت الكونديشنز اوف اول اوف اتس كريتيكال انفراستراكشر، قادرة على مراقبة والتكامل ما بين الشروط والحصول على الانفراستراكشر بتاعتها في حالتها الكريتيكال، وطبعا تطوير الكلام ده لتحقيق الفيوتشر نيد طبعا، او ما يسمى بالسستينابل سيتي. طيب الكلام ده بيحصل ليه؟ بيحصل لان انا بعمل بيتر اوبتمايزيشن للريسورسز، بستغل الريسورسز بشكل افضل، بحاول اعمل بريفنشن للمينتنس او تقليل للمينتنس، بحاول اعمل مونيتورنج للسكيورتي او مراقبه للسكيورتي زي ما احنا قلنا طبعا، خرائط الأمن وخرائط الجريمة والكلام ده. طيب السمارت سيتي فكرتها إن هي بتتنقل من الداتا سايلوز أو المخازن الخاصة بالداتا المقفول عليها بمعنى أصح، إلى الشيرنج انفورميشن. الكلام ده كله بيبقى في شيرنج كلاود، بيقدر جميع الناس اللي عندها اكسس على الانفورميشن دي تحصل على الانفورميشن دي. زي ما احنا قلنا الكلام ده المفروض ان احنا نميت النيدز دي، سواء النيدز دي كانت خاصه بيوتيليتيز، ترانسبورتيشن، بابليك هيلث، امرجنسي، اسيتس، اربن بلانرز، بزنس، سيتيزن، وهكذا. كل ده المفروض ان انا احقق طلباته من خلال السمارت سيتي. طيب الكلام ده هقدر احققه ازاي؟ عن طريق التكنولوجيا. طيب ده معنى اخر لتعريف السمارت سيتي، اذا قلنا الانتجريشن ما بين التكنولوجي والاستراتيجيك ابروتش تو سستينابيلتي. قلنا السستينابيلتي هي تحقيق النيدز الموجوده حاليا بدون المساس بالنيدز الخاصه بالريسورس الخاصه بالفيوتشر جنريشن. طبعا نعمل كوست ريدكشن، نعمل سيتيزن ويل بينج اند ايكونوميك ديفلوبمنت. طبعا دي كل العناصر الخاصة بالسمارت سيتي، يوتيليتيز، سبلاي تشين، فيكلز، هومز، ميترينج، هيلث، كل ده بيكلمني، كل ده عندي بحوله من منشآت عادية إلى منشآت ذكية خلال إن أنا أديها المعلومات الكاملة وأبدأ أستقبل منها البيانات الخاصة بيها أو بقرأ البيانات الخاصة بيها وأخد قرارات بناء على البيانات دي، زي ما إحنا قلنا داتا أجريجيشن وسنجل إنترفيس. طيب ايه هي اليوسز الخاصة بالسمارت سيتي؟ عندي سمارت باركينج، ممكن اعمل الويزر سنسورز، ديجيتال ساينج، والترافيك لايتس، السولار انفرترز، سكيورتي كاميرا، الويست مانجمنت، تطبيقات عديدة جدا بنشوفها يوميا
وتقدر تحول المدينة بتاعتي دي كلها إلى مدينة ذكية، ومدينة تقدر إن هي تاخد قرارات فيما يتعلق بتحسين جودة الحياة في هذه المدينة. ودي تطبيقات فعلا بدأنا نشوف بعض المدن الذكية في العالم بدأت فعلا تعمل الفول انتجريشن الخاص بكل الفاسيليتي اللي أنا اتكلمت عنها دي. في بعض المدن بدأت تطبق الكلام ده بشكل جزئي، وبعض المدن في الفعل بدأت تطبق الكلام ده بشكل كامل، بنسميها دلوقتي موديل الجين الرابع أو السمارت سيتي جينيريشن. طبعا ده مثال عن السمارت سيتي. لو انا حصلت على السمارت سيتي بتاعتي، شوف الناس هنا بتتكلم ازاي، بيقول لك ايه: I want to see and analyze many models at once in correct geospatial position. واحد تاني بيقول لك I want to see the latest tree location around my route design. الناس بتتكلم على ان المعلومات كلها الخاصه بالبيانات الانبوتس اللي هيتخش بيه المشروع بتاعها كلها معمول لها ابديت ومتحدثه في اللايرز اللي احنا قلنا عليها في الانفورميشن لايبرري الموجوده داخل بيئه عمل الجي اس. وده اللي بيحكم عمل السمارت سيتي زي ما احنا قلنا، ان انا لو حصلت على كل البيانات الذكيه سواء مبنى سواء جسر سواء يوتيليتيز سواء ترانسبورتيشن سيجنالز، كل المعلومات دي بقدر اخزنها في شكل لايرز، وببدا ان انا مثلا عندي مشروع جديد في مكان معين ببدا اوصل لكل المعلومات الخاصه باللايرز دي، بدرس افضل مكان ممكن احطه في المشروع بتاعي من ناحيه البوبيليشن عدد السكان المناسب، مثلا هعمل محطه مثلا وليكن محطه اتوبيس، المكان المناسب للمحطه، هل عدد السكان فعلا اللي موجود في المكان ده يستاهل فعلا انا اعمل محطه اتوبيس في المكان ده، طيب الوضع الاقتصادي للناس دي، الناس دي وضع الاقتصادي بتاعها او الدخل بتاعها عالي او قليل، يبقى الناس دي احط لها محطه اتوبيس او احط لها مثلا موقف خاص بالميكروباصات او موقف خاص بالعربيات الخاصه بيهم لو مستواهم اعلى شويه. اذا ده بيحكم عندي، كل انبوت بحطه في الخريطه بيحكم عندي قرار جديد انا باخده في المشروع. طيب لو قلنا الديجيتال سيتيز هو المعنى الاخر للسمارت سيتيز، زي ما احنا قلنا لو حولنا كل حاجه لسمارت، سمارت موبيليتي، سمارت سوسايتي، سمارت كير، سمارت بيلدينجز، بيج داتا، سمارت انرجي، كل ده في الاخر بيديني في الاخر حاجه اسمها 3 دي داتا اللي بتخلق عندي الديجيتال سيتي او السمارت سيتي. طب ايه هي الابلكيشن اللي ممكن استخدمها في السمارت سيتي؟ عندي هنا سمارت انرجي، سمارت موبيليتي او النقل الذكي زي الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم او الاشارات الذكيه او نظام النقل الذكي، سمارت ووتر بحط عدادات في اماكن معينه تقدر تعمل ديتكت للووتر كونسامشن اكتر وقت بتستهلك فيه الميه، ولو عندي ديفكت في الماسوره اي ماسوره حصل فيها عطل عندي السمارت بابليك سيرفيس البابليك سيفتي السمارت ستريت، عندي سمارت بيلدينج كل اليمنت في البيلدينج له سنسور، السنسور ده بيديني الارم لو في مشكله، الاضاءه بتقل لو ما فيش حد في الغرفه او ممكن تطفي، الكونديشن بيغير، كل ده بيديني في الاخر sustainability وبيديني saving للresources. وطبعا سمارت داتا سنتر كل ده في الاخر بيديني سمارت كولابوريشن في البلاننج في السوليوشن امبلمنتيشن في الاوبريشن، وطبعا البيزنس والفلوس والفاينانشال. طيب السمارت سيتي زي ما احنا قلنا ليها عناصر كتير من سمارت موبيليتي ولها الابلكيشن بتاعتها، سمارت بيبل، سمارت ايكونومي، سمارت انفايرمنت، طبعا جرين بيلدينج، جرين انرجي، الجرين اربن بلاننج. اذا السمارت سيتي مش مجرد تيرم وخلاص، لا هو كل حاجه بنحولها لسمارت بينتج عنها سيفنج في الماني، بينتج عنها لايف كوست احلى او لايف مستوى معيشي افضل او سمارت ليفنج افضل، وطبعا مستوى صف الصحه افضل، مستوى في الامان. اذا كل حاجه بعملها او كل ريزلت بحصل عليها من بدخلها بالمعلومات اللي بحصل عليها من سواء البيم موديل او من السنسورز اللي بجمع بيها الانفورميشن اللي بتخليني اقدر اخد قرار سليم خاص بالمدينه.
طيب ناخد فاصل مع الفيديو ده بدينا فكرة أكتر عن اللي أنا قلته. زي ما احنا طبعا شايفين اتكلموا هنا في البداية عن تطبيقات السمارت سيتي، ازاي اقدر استفيد بالسمارت سيتي في المدينة على كل المجالات، سواء الترانسبورتيشن، سواء الامان، سواء الايكونومي، سواء الشوارع، الكهرباء، الووتر كونسومشن، كل انواع المجالات الخاصة بالمدينة. انا هنا بتكلم زي ما اتكلمت في المحاضرة اللي فاتت، مش بنتكلم هنا على ليفل سيفل انجينير ورودز ويوتيليتيز، انا بتكلم على سكيل مدينة. سكيل مدينة اذا لازم اقبل واستوعب الحجم المعلومات اللي ممكن، كل ده طبعا بيخش في زي ما احنا قلنا الترم او تحت الترم الخاص بالسمارت سيتي. انا دوري فين؟ انا دوري على الاقل افهم السايكل الخاصة بالكلام ده. طبعا مش هعمل كل الكلام ده بنفسي، بس انا لازم افهم الصورة بشكل موسع عشان بعد كده افهم دوري ايه داخل الصوره، او البازل بتاعتي لما اجي اقفل المكعب بتاعي هيكتمل الصوره بشكل عام. لكن مهم جدا ان احنا كنا نتكلم بشكل عام يعني ايه سمارت سيتي ودورها وازاي الابلكيشن بتاعتها بقدر استفيد بيها. طيب نشوف الناس متابعه معانا ولا لا. الناس تكتب واحد كده لو الدنيا اوكي. تمام، كله تمام، ممتاز. طيب ندخل على الجزء الأكثر تشويقا وهو الـ IoT and Smart Cities أو إنترنت الأشياء. بمعنى مبسط الإنترنت الأشياء هو مش مقصود به مجرد سنسورز أو مجموعة سنسورز بحطها في أماكن كتير وخلاص. الحقيقة إن السنسورز دي هي مش ذكية ولا حاجة، السنسورز دي هي بتنقل لي معلومات، ولكن تحليلي للمعلومات ده هو اللي بيجعل المدينة ذكية. إذا سمارت سيتي وسنسورز أو IoT هو مش حاجة ذكية، هو عبارة عن سنسورز بحطها في كل مكان في المدينة. السنسورز دي بتقدر تديني معلومات، المعلومات دي لما بعملها تحليل بتقدر إن هي تديني بقدر آخد عليها decisions.
فطبعا لو قلنا مثلا بنتكلم عن الابارتمنت او الشقق مثلا او البيلدينج، يبقى في الاخر بنروح للباور بلانتس، يعني كل الطاقه اللي هتستهلك في المباني ممكن في الاخر بتسمع عندي في الباور بلانتس، او باخد قرار في الباور بلانتس. طيب الفيكلز الانتليجنت ترانسبورتيشن سيستم، يبقى باخد قرار في الترافيك كنترول سنترز. طيب اليوزرز، باخد قرار مثلا في المستشفيات او في السيف او الهيلثي، وهكذا. اليوزرز برضه او السيتيزن، باخد قرار في الشوبينج سنترز واماكنها، وبفتح وبقفل وباخد قرارات خاصه بالسنترز دي. طيب لو بنتكلم على الانترنت اوف ثينجز او انترنت الاشياء، اللي بيربط لي الفيزيكال اوبجكت بالانفورميشن كوليكتورز اللي انا بجمعها، وده بيسمح لي طبعا ان انا اجمع المعلومات الخاصه بالمكان او الاشخاص او البيانات اللي ممكن استخدمها بعد كده في تغذيه الانفورميشن الخاصه بالمدينه، وبينتج عنها طبعا ايه السمارت سيتي. طيب زي ما احنا شايفين هنا سمارت موبيليتي، بحط سنسورز بحسب منها عدد الترافيك. الترافيك ده طبعا ممكن بينتج عن اللي انا بفتح الاشاره او بقفل الاشاره، ممكن يبقى فيه هنا لايتنج، اللايتنج ممكن يطفي لو ما فيش عربيات ماشيه في الطريق، ممكن الاناره تفتح لو العربيات موجوده وبكثره، ممكن زمن الاشاره يختلف لو الترافيك عالي هنا والاشاره اللي قبلها فاضيه ما فيش فيها حد، ممكن تقفل لحد ما دي تفتح. مستويات الصحه، الباور طبعا، لان كل ده بيسمى عندي في الاخر في الباور، الباور بلان زي ما احنا قلنا، او مصادر الطاقه، اوجهها لاي مكان في المدينه اللي اكثر استخداما او اكثر بوبيوليشن. اذا كل ده السنسورز دي هي بتديني معلومات، انا بعمل لها تحليل. طيب بعمل تحليل فين؟ زي ما احنا شايفين احنا دلوقتي بنتنقل من ال 4G الى ال 5G او الجيل الخامس من الاتصالات. طبعا زي ما احنا شايفين السنسور ده عباره عن جزء صغير او قطعه صغيره بتتحط في مكان معين في الاله او في البيت او في الباسكت حتى بتاع القمامه، في الديتكتورز بتتحط في الانفراستراكشر وهكذا. كل الكلام ده بيعمل لي كولكتنج انفورميشن، الانفورميشن دي بدون تحليل هي مش ذكيه ولا حاجه، هي مجموعه انفورميشن، ولكن بحتاج احطها في كلاود اعمل فيها اناليسز، وبعد كده بطلع بيها بالقرار. زي ما احنا شايفين كل مكان في المدينه تقريبا فيه سنسور، زي ما احنا شايفين علامه الواي فاي دي يعني معناها اللي فيه هنا انفورميشن انفورميشن انفورميشن. زي ما احنا شايفين سمارت فون، بريمتر اكسس كنترول، راديشن ليفل، معدل الاشعاع، لو نتكلم عن الحرائق مثلا عندي فاير ديتكشن، اير بوليوشن لو عندي مثلا تلوث في الهواء بيديني الارم او بيديني انفورميشن، عندي الكواليتي اوف شيبمنت حتى مجال الشحن البحري الكواليتي بتاعته، عندي الويست مانجمنت المخلفات، السنسورز اللي بتبقى موجوده في الباسكت اللي بتقول الباسكت ده ممتلئ، فتروح عربيه الباسكت او الكمامه تروح تاخد الباسكت ده وتسيب الباسكت اللي جنبه اللي لسه ما امتلاش. طبعا السمارت باركينج اللي هو بيفضي لي اماكن واماكن تانية، بتدي الارم للدرايفر ان المكان خلي بالك الباركينج رقم 3 فاضي، عن طريق طبعا ابلكيشن، والابلكيشن هي الريزلت نتيجه الاناليسز اللي انا باخده. خلي بالك ان احنا اول حاجه بنجمع انفورميشن بعمل لها اناليسز، بعد ما بعمل اناليسز بعمل ابلكيشن، الابلكيشن دي محمله بالانفورميشن والديسيجنز اللي احنا خدناها، بيبدا المستخدم العادي يشوف الابلكيشن، يفتح على ابلكيشن اسمه سمارت باركينج يستخدمه، بيبقى محمل بكل البيانات، بيقول له افضل مكان تركن فيه دلوقتي فين. واعتقد احنا اتكلمنا في امثله قبل كده ان احنا بنستخدم تطبيقات مشابهه لده، وزي مثلا الجوجل لوكيشن اللي احنا كلنا بنستخدمه كل يوم، بنعمل بيه ريفيوز على اماكن، نعمل بيه ساين ان في اماكن، نقدر نعرف منه حتى مستوى الخدمه في المكان قبل ما بنوصل. طبعا لو عندي ليكج برضو بيبقى فيه زي جيج كده بتبدا تديني ديتكشن للاماكن اللي حصل فيها تسريب نتيجه السنسورز، طبعا بيشوف الفلو هنا قل، الفلو هنا بقى كبير جدا، اذا المعدل ده مش طبيعي، معنى كده ان في هنا تسريب في المكان ده.
طبعا الـ Vehicle Auto Diagnosis يعني برضو المشاكل الخاصة بالسيارات نفسها برضو ممكن تعمل ديتكشن، ممكن تعمل تشيك بسيط على الكونديشن بتاعت السيارة، بيبقى فيه سنسورز مكاني بيحدد مكان السيارة، مكان اللي وقفت في السيارة، العطل اللي حصل في السيارة، كل ده بيسمع طبعا في حاجة اسمها غرفة عمليات. زي ما احنا شايفين الأقل ليفل اللي احنا شغالين فيه هو ليفل السنسور. السنسور بيروح للإنترنت أو مجال المعلومات، بيروح في الآخر لداتا سنتر، والداتا سنتر ده بيسموها هو العقل المتحكم في المدينة الذكية. الداتا سنتر دي اللي بيحصل فيها الأناليسيس وبيحصل فيها دراسة الانفورميشن، وبيطلع منها بأبليكيشن. زي ما احنا قلنا الأبليكيشن دي بقدر إن أنا أستخدمها وكل الناس تقدر تستخدمها، سواء أبليكيشن ويب سايت على المؤسسة نفسها محمل بالانفورميشن، اقدر احصل منه على البيانات الخاصة بالمدينة سواء كانت فري او مدفوعة، او ابلكيشن موبايل بقدر احصل بيه على المعلومات في المكان اللي انا رايحه، او ابلكيشن زي جوجل مابس او جوجل ترافيك اقدر احصل منه على الترافيك في المكان ده. إذن أنا بحلل المعلومات، أول حاجة بجمع المعلومات، وقلنا وسائل تجميع المعلومات هي السنسورز اللي إحنا قلنا عليها والأشكال المختلفة سواء كاميرات أو وايرلس أو أي بي أو الكلام ده كله، بحط الكلام ده في الإنترنت والكوميونيكيشن، بعمل تجميع للإنفورميشن هنا، وبعد كده بروح على السيتي كلاود العقل المدبر للمدينة أو العقل المتحكم في المدينة، وبعد كده بطلع بيه مجموعة أبليكيشن بناء على القرارات اللي أنا خدتها. طبعا ده مثال للانتليجنت داتا كولكشن أو انتليجنت ترانسبورتيشن سيستم، بيديك يعني شكل للديفايسز اللي ممكن أستخدمها سواء سنسورز أو كاميرات، وممكن تتركب هنا. طبعا الكاميرا دي ممكن يبقى فيها عداد بيعد عدد السيارات اللي بتعدي في المكان ده، وبيدي المعلومات دي طبعا ليه غرفة التحكم اللي احنا قلنا عليها، غرفة التحكم بتاخد قرارات، وممكن الإشارة نفسها فيها تحكم في الموضوع ده نتيجة الحسابات الخاصة بالترافيك، ممكن تفتح الإشارة أو تقفل نتيجة القرار اللي ممكن تاخده بناء على المعلومات. طبعا السنسورز دي مش مجرد بس إن هي حاجة خيالية إن احنا بنتخيلها، لا أصبح دلوقتي في مجموعة من السنسور ممكن تتوقع حتى البرين اكتيفيتي او أنشطة العقل، وممكن انت مجرد ما تفكر في حاجة ممكن طبعا بيحصل نتيجة ده بتاخد قرار، او السنسور دي بتجمع الانفورميشن وبتبدأ ان هي تاخد قرار او بتاخد ديسيجن بناء على مجرد الفكرة ما جت في خيالك. طبعا ده لسه تحت التطوير، ولكن بدأ فعلا الابليكيشن دي توصل لهذا الليفل من التطور، وما اصبحش الموضوع بس خاص بديفايسز، لا حتى الانسان بدأ يخش في الموضوع. طيب الغرفه، غرفه العمليات اللي احنا قلنا عليها زي ما احنا شايفين دي بتتعامل مع مجموعه من الديفايسز او مجموعه من الديسيبلين، وطبعا وبتاخد قرار بناء على المعلومات اللي بتجي لها. وزي ما احنا قلنا في المرحله الثالثة دي بيتم فيها في السيتي كلاود بيتم فيها تجميع المعلومات، وبيحصل طبعا فيها اتخاذ قرار نفس اللي احنا قلناه هنا بنعيده. سيتي كوماند كنترول سنتر طبعا بيبقى في حاجة هنا اسمها سيتي جوفرنس والسيرفايلانس والسمارت ستريت لايت، وهنشوف تطبيقات الكلام ده كله في السكشن الجاي الخاص بيه الابليكيشنز خاصة بالسمارت سيتي. طبعا الكلام ده نفس اللي احنا قلناه. طيب هنا بعض التطبيقات او الاي او تي بينيفيتس، زي ما احنا شايفين هنا اعمدة الانارة فيها سنسور، لو الطريق ده فاضي ومفيش فيه سيارات دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه قد تاخد القرار ان هي تطفئ الانارة لحد ما تبدأ السيارات طبعا تيجي. فطبعا هنا انا بعمل energy consumption او توفير لاستهلاك الطاقة في هذا المكان، وطبعا ممكن العمود، وطبعا في بعض الاحيان بيحصل ان العمود هو بس المقارب للسيارة هو اللي ينور. يعني انا مثلا
انا ماشي بسرعه بسرعتي بالعربيه هنا، بمجرد ما عديت المكان ده مثلا ب 10 متر اللي هي الكافيه للاناره للسياره، بيطفي العمود ده، وطبعا مجرد ما بعدي بيطفي العمود ده وهكذا. طبعا ده نظام في اللايتنج، طبعا بيعمل انكريز الافشنسي وريديوس المينتنانس، وطبعا كوست سيفنج وباور سيفنج وهكذا. طب في طبعا بيقلل البوليوشن و... طيب احنا قلنا في علاقه قويه جدا ما بين مصادر الطاقه ومستخدم الطاقه. لو قدرنا نحصل على المعلومات الخاصه بكل مبنى ومصادر الطاقه فيها، وقدرنا نطبق اللي احنا قلناه اللي هو السيفنج في الباور، هيحصل ده عن هيحصل نتيجه ده اللي احنا الباور كونسامبشن لو قلت، طبعا بيسمع ده كله في النهايه الى المصادر الطاقه او الباور جنريشن نفسها، بيحصل عندي سيفنج في مصادر الطاقه. فاذا انا بعمل ايه؟ انا بحاول ان انا اخلي الحاجات دي تاخد قرار بناء على فورمولا معينه او فانكشن معين، سواء في حاله الكراودنج او في حاله الشغل او في حاله ان مفيش حاجه موجوده او مفيش حاجه شغاله، بتبدا تاخد قرار. وده طبعا يعني التطبيق البسيط بتاعه مثلا هي الحنفيات اللي احنا بنستعملها في الوضوء او بنستعملها في غسيل الايدي، اللي هي فيها سنسور، مجرد ما تقرب ايديك تبدا المايه تشتغل، وبتشتغل بتايمنج معين مثلا 10 ثواني وبعد كده بتقفل. طبعا المقصود منها هو توفير المايه المستخدمه في الغسيل، طبعا غير المايه اللي ممكن تكون فاتحها مثلا وبتغسل ايدك وبتغسل ايدك بالصابون مثلا والمايه شغاله، لا هو بيوفر الجزء ده. السنسور ده مهمته ان هو يعمل سيفنج للتايم اللي انت بتغسل فيه ايدك، وطبعا ده مثال صغير للموضوع. اذا انت لو مسكت المصدر حنفيه مع حنفيه مع حنفيه، طبعا ده بينتج عنك في الاخر باور سيفنج او الانرجي سيفنج اللي في النهايه تحول الى فلوس. طيب المصطلح الخاص بالاي جوفرنس او الحكومات الالكترونيه له طبعا تطبيق، بدات بعض الدول دلوقتي تطبقه، كل المعلومات تقدر تعملها وكل القرارات وكل الورقيات تقدر تخلصها عن طريق الحكومه الالكترونيه، وبدات بعض الدول حتى العربيه بدات تعمل الكلام ده. طبعا حتى الانفورميشن الخاصه بالمدينه في بيبقى في جي اي اس تيم او جي اي اس سيستم، بيبقى فيه سايت للمدينه عليه المعلومات اللي مسموح اللي هي تتشاير على النت. طبعا في معلومات بتبقى اكثر سريه ما ينفعش اللي هي تتشاير على النت. طبعا ده بينتج عنه طبعا ده هو الريزلت الخاصه بالسمارت سيتي. بعد ما حصلت على سمارت سيتي الجفرمنت بتاعتي بتبقى اللي هي الحكومه الالكترونيه، وطبعا ده بيدر طبعا مستوى افضل على المواطنين، وطبعا بتبقى نقله نوعيه في المدينه. زي ما احنا قلنا سيتي جوفرنس هي، وده السيتي جوفرنس او الالكترونيك جوفرنس او الحكومه الالكترونيه. طيب بنستخدم طبعا الاي او تي في الاسيت مانجمنت، زي ما احنا قلنا زي ما في سنسور بيعمل تحكم في الكونسومشن او الاستهلاك، في برضه سنسور خاص بالمينتنس. السنه الاولى هنعمل مينتنس، السنه الثانيه هنعمل مينتنس، السنه الثالثه هقول لك اعمل لي ريبليس لان انا وصلت للتايم اللايف تايم الخاص بالريبليسمنت. فطبعا ده في الاسيت مانجمنت او اداره الاصول بيحصل عندي طبعا هنا زي مثلا ريبليسمنت لللمبه الخاصه او المصباح الخاص بالعمود او مثلا الكونكشن او الفالف الخاصه بالشبكه. بيحصل عندي سنسور انفورميشن كولكشن للكلام ده، والكلام ده بيديني ديتكشن ان انا اصلح الكلام ده قبل ما يتحرق. مثلا اللمبه مش لازم انتظر لما تتحرق، لا خلاص جه ميعاد الاصلاح بتاعها او اللايف تايم بتاعها، اذا انا محتاج ان انا اغيرها حسب الكتالوج او حسب المنتج اللي قال او السبلاير اللي قال ان المده بتاعتها محتاجه سنه او سنتين او ثلاثه، ببدا اعمل ريبليسمنت. المرة الأولى بعمل صيانة، المرة الثانية بعمل صيانة، أو المرة الثالثة محتاج إن أنا أعمل لها ريبليسمنت. فطبعا المعلومات اللي أنا بحصل عليها دي بتديني القرار اللي أنا أقدر أخد بيه عملية الريبليسمنت أو التغيير. الكلام ده طبعا في عملية إدارة الأسطول.
طب ناخد فيديو نفصل بيه كده او ناخد بيه فاصل. اعتقد الصوت مش شغال هنا بس مش مشكلة. اعتقد هنا في ليكج او تسريب، ونتيجة التسريب حصل حرارة في الجو. الحرارة طبعا لما حصلت حرارة تم إشعار الدرونز، راحت صورت المكان، عرفت إن فيه طبعا ليكج، معلومات راحت غرفة العمليات، بدأ تجمع معلومات ويحصل قرارات خاصة بالترافيك، خاصة بالليكج. طبعا دي غرفة العمليات احنا قلنا عليها يحصل فيها قرارات. طيب هنتنقل من الـ IoT إلى الـ Big Data. أنا اتكلمت عن Internet of Things، أنا عندي sensors والـ sensors دي قاعدة تجمع لي information. طيب information دي هوديها فين؟ information دي آلاف المعلومات، آلاف معلومات كتيرة جدا، معلومات محتاجة تتصنف وتترتب وتتحط في classification معينة عشان أقدر أستوعبها وأقدر أخذ عليها قرار. المعلومات دي بتسمى بالبيج داتا. البيج داتا هي المعلومات الكبيرة. طبعا البيج داتا مختلفة عن الترديشنال داتا. طبعا لو بصينا على البيج داتا هنلاقي البيج داتا أحد الكومبوننت اللي بتكون زي ما احنا قلنا السمارت سيتي، ومعاها الاي او تي والفايف جي والاي اي ار او الارتفيشال انتليجنت، طبعا ماشين ليرنينج. العصر ده او الثورة دي خاصة بيه الداتا. طيب لو قارنا ما بين البيج داتا والتراديشنال داتا هنتكلم البيج داتا طبعا ماسيف سكيل. التراديشنال داتا ممكن توصل للارج سكيل. دايما في التراديشنال بنتعامل مع السنترلايزد، وفي البيج داتا بنحاول احنا زي ما احنا قلنا كلاود ونوزع المعلومات دي. دايما بنشتغل في الاوبن انفايرمنت ونوزع المعلومات. طيب التراديشنال كانت عباره عن ايه؟ عباره عن فايلز ريكورد داتابيس بس. انا في حاله البيج داتا بتعامل مع ايميلز، اوديو فيديو جاي من الكاميرات، دوكيومنتيشن، عندي لوك فايلز، عندي سنسور داتا، عندي بوكس، عندي جورنالز، سوشيال ميديا، لوكس، تكست مسج، شات، ابلكيشن موبايل، معلومات طبعا ان ستراكشرد وراندوم. فطبعا التعامل معها صعب جدا، ولازم عشان اتعامل معها لازم تصنيفها وتفصيلها. طبعا الكومباينيشن طبعا زي ما احنا قلنا ما بين الماشين ليرنينج والبيج داتا والاي اي او الارتفيشال انتليجنت، طبعا هو ده المستقبل، هو ده العصر اللي احنا القادم، وطبعا اللي بيزيح طبعا العصر التقليدي. واحنا طبعا كانجينيرز او سيفيل انجينير او انفراستراكشر انجينير مش هنبقى متعمقين طبعا في الجزء ده، لان ده جزء خاص بالاتصالات والميكانيكا والالكترونيات والكلام ده، ولكن احنا لازم نبقى فاهمين السايكل بتاعتنا ماشيه ازاي. ولما نسمع كلمه ماشين ليرنينج ونسمع اي اي او ارتفيشال انتليجنت لازم نفهم اللي فيه فول انتجريشن ما بين الاي اي والاو اي تي والبيج داتا والماشين ليرنينج، وكل ده في الاخر مع السمارت سيتي اللي انا جزء منها كمهندس، ان انا بشتغل في البيم موديل بتاعي بطوره لحد ما يوصل الى سمارت موديل، بدخله في جي اي اس information، بيبقى قاعدة بيانات بيتم استعمالها مع العديد مع المعلومات اللي بتجمعها المدينة اللي بتخدم في الآخر حاجة اسمها smart city. فكويس إن أنا أبقى فاهم بشكل عام يعني إيه smart city والكومبوننت بتاعتها والانفورميشن، يعني إيه big data بتيجي منين، يعني إيه analysis، السنسورز دي بتعمل إيه. مهم جدا إن أبقى فاهم الكلام ده. طيب لو قلنا الـ major sources of big data، طبعا قلنا السنسورز الخاصه بالاي او تي بتجيب لي داتا. اوكي عندي سمارت فون ابلكيشن، واحنا قلنا الابلكيشن دي ممكن تبقى اوت بوت من الديسيجن، ممكن كمان تبقى انبوت من الديسيجن نتيجه تجميع المعلومات. وعندنا داتا، عندنا ابلكيشن كتيره جدا موجوده دلوقتي على الموبايل، نقدر ان احنا حتى نحدد منها مكان الساهر، مكان حمله المرور، مكان حادثه. مجرد ما تفتح الموبايل بتاعك بتشوف المكان اللي الناس عملت فيه تغذيه للانفورميشن ده. طبعا الانفورميشن دي ممكن تبقى انبوت وممكن تبقى
اوتبوت، ممكن تبقى انبوت بدخلها انا كشخص، وممكن استقبلها كانفورميشن وانا سايق وبفتح الابلكيشن اشوفها عندي كاوتبوت. طبعا احد الادوات دلوقتي ممكن احصل بيها على انفورميشن طبعا السوشيال ميديا، اللي اصبحت بتاخد جزء كبير جدا من حياتنا دلوقتي، واصبحت مصدر رئيسي للمعلومات والاخبار في هذا العصر. طيب زي ما احنا اتكلمنا البيج داتا فروم اي او تي اند سنسورز، نفس الكلام داخل المبنى نفسه التكييف بيقدر ان هو يزيد او يقل على حسب الناس موجوده في البيت او مش موجوده، في كم واحد في الغرفه، الحراره نفس الكلام، اللايتنج، الكاميرا، السكيورتي، لو اتنقلنا من المبنى لخارج المبنى بتعامل مع زي ما احنا قلنا السنسورز خاصه بالستريتس، السيجنالز. فطبعا كل ده بياكد نفس الكلام اللي احنا قلناه، الانتجريشن الكامل ما بين المعلومات دي وبعضها. اتكلمنا عن تيرم الاندور والاوت دور، قلنا الاندور بنتعامل في محيط المبنى، الاوت دور بستعمل الانفراستراكشر اللي بره وابدا منها الى من تسلسل من الشارع او الستريت او السايت، من الستريت الى المدينه ومن المدينه الى البلد ومن البلد الى الانفورميشن الخاصه طبعا بالماب العالميه، وببدا اخزن كل المعلومات دي داخل الماب في شكل 3D layers. طيب لو قلنا ايه هي الابليكيشن مثلا ممكن احصل منها او التطبيقات اللي ممكن تنتج عندي نتيجة استخدام كل المعلومات الذكية دي، ممكن احصل على تكنيك خاص بالبريدكتيف موديلينج، يعني ممكن احصل على توقع زي مثلا ايه هي الاماكن اللي ممكن يحصل فيها الجريمة، او ايه المدن الاكثر جريمة نتيجة مثلا آخر معدلات جريمة في السنة اللي فاتت، هل قلت هل زادت، طب زادت ليه، معدل القتل في الجريمة دي حصل مثلا فيه ازدياد فبنتج عنده قرار معين ان انا ازود مثلا عدد افراد الشرطة في هذا المكان، او اتوقع ممكن يحصل هنا مشكلة. طبعا دي ممكن برضو اتنقل منها للـ improving of patient cares او improving health، طبعا نتيجة عدد الناس اللي بتزور المستشفى في المكان ده، أعمارهم في سنة 2007 في سنة 2008، عدد حالات الشفاء. طبعا بحصل من الكلام ده على مستوى الهيلث، بقدر أن أزود أو أقلل، أستثمر أكتر في مجال الصحة أو أستثمر في مجال التعليم حسب معدل نماء الصحة أو معدل نماء التعليم. طبعا كل دي انفورميشن، كل انفورميشن دي باخد عليها قرارات، زي ما احنا شايفين هنا حتى فروع البنوك، ايه هو المكان اللي انا محتاج افتح فيه فرع، ايه هو الاماكن اللي انا محتاج فيها احط بس ATM. حتى في مجال غسيل الاموال، كل قرش بيتنقل من مكان، طبعا ده تطبيق كويس جدا للاي او تي، كل قرش بيتنقل من مكان للاخر بعمل له مونيتور، لانه بيبقى شايفه قدامي بيتنقل من الى من سندر الى ريسيفر. طيب اتنقل ليه؟ لانه كان ناتج من استلام بضاعة معينة او استلام منتج معين. طب لو ما فيش منتج معين قصاد الفلوس دي، بقدر اعرف ان في عملية غير سليمة بتتم او في عملية مش مظبوطة، بقدر ان اعملها تراكينج او اناليسيس. ريال تايم ترافيك انفورميشن، طبعا زي ما احنا قلنا كل الانفورميشن بنجمعها من الستريتس، بتروح عندي لغرفة العمليات بتتحكم في معدل الإشارات، ممكن نغير، بندرس تقاطع نعمل سيميليشن للتقاطع ده، ممكن ينتج عنه تغيير نوع التقاطع سواء إشارة سيجنالايزد أن سيجنالايزد، باخد قرار معين بناء على الانفورميشن الخاصة بالترافيك. طب عندي هنا فيديو
طبعا اعتقد كل النقط اللي احنا اتكلمنا فيها بالفعل شفناها في الفيديو ده بمختلف مجالاتها، وطبعا الفيديو دايما بيجي عشان يأكد الكلام اللي احنا قلناه بيوضحه بشكل مري اكتر. فاعتقد احنا هنخش دلوقتي على الابليكيشن. انا شايف الشات هنا. شكرا شكرا، تمام. أتمنى الناس تكون مبسوطة ومستفيدة من المحاضرة. أنا حاولت إن أنا أجمع كمية كبيرة من المعلومات، ممكن ما تكونش related لشغلنا قوي، بس هتوضح لنا حاجات كتيرة جدا. الناس هتبقى مستمتعة وهي شغالة في مجالها كـ City Engineer أو Infrastructure Engineer أو مهندس طرق أو أيا كان تخصصك. أنت عارف أنت دورك فين بالظبط وبتعمل إيه، نهاية شغلك ده عارف هيروح فين. تمام، أتمنى إن هي تكون محاضرة مفيدة. طيب نخش على آخر جزء عندي في المحاضرة، هو الأبليكيشن، التطبيقات. طبعا التطبيقات هي كلها أساسا كلها أنا اتكلمت فيها، ولكن هنعيدها بشكل مختلف وهنشوف إزاي أكتر بقى ريليتد لشغل السيفل، بقى أكتر ريليتد كشغل السيفل في السمارت سيتي. خلاص أنا عرفت يعني ايه اي او تي، عرفت يعني ايه انترنت الاشياء، عرفت يعني ايه سيتي كلاود، المدبر بتاع المدينه او العقل المدبر بتاع المدينه، يعني ايه ارتفيشال انتليجنت، يعني ايه بس بستخدم الاي او تي امتى، الاوت بوت بتاعه ايه. عرفنا كل ده، نبدا بقى نخش على شغلنا الخاص بالابلكيشن في السيفل مثلا او في الانفراستراكشر بشكل عام. ترافيك مانجمنت، البابليك سيفتي، سستينابيلتي، الباركينج مانجمنت. طب نخش كده نشوف احد التطبيقات دي. اول حاجه عندي بستخدمها، طبعا بتكلم كلمه تطبيقات فانا بتكلم عن البيم، الجي اي اس، اي حاجه من اللي انا اتكلمت فيها قبل كده استخدمت الكلام ده. هنا بدا عندي انتجريشن دلوقتي ما بين البيم والجي اي اس، وهنشوف الكلام ده في المحاضره الجايه خاصه بالانفرا وركس والجي اي اس في اللاند يوز. بقدر ان انا احدد استخدامات الاراضي، يعني المنطقه دي منطقه سكنيه، المنطقه دي منطقه خاصه بالشوبينج او منطقه ترفيهيه. فنتيجه استخدام الاراضي ده انا كده، او توزيع استخدام الاراضي مبدئيا، انا بعرف انا المبنى بتاعي فين، واقع في اي مكان. طبعا نتيجه واقع في اي مكان بقدر اعرف معايير التصميم الخاصه بالمبنى ده، الأبعاد الخاصة بالبروزات، أنواع الإضاءة اللي ممكن أستخدمها، نتيجة كل ده نتيجة اللاند يوز اللي أنا هستعملها، حتى أنواع الطرق اللي في المكان ده، هل هي طرق محلية، طرق شريانية، طرق صناعية خاصة بمنطقة صناعية. فأول حاجة كده أنا عندي لاند يوز داتا بيس كده ببدأ أستخدمها، وزونينج للمدينة، ده أول حاجة ممكن أستخدمها من الجايس. لكن الجميل في الموضوع اللي أنا بدأت أدخلها دلوقتي للبيم واعمل انتجريشن مع جي اس. طيب احنا اتكلمنا طبعا على 3 دي بيلدينج بسكاننج بالليدر طبعا، او التطبيقات المختلفه والدرونز مثلا، ممكن تطلع تصور جوي وتحول لي الكلام ده كله الى 3 دي بوينت كلاود، بستخدمها كانبوت في عمليه التصميم، سواء ان انا بدرس فراغات او بدرس مكان مبنى معين هيكون ما بين ولكن عمارتين مثلا طول بيلدينج، انا بدرس المكان اللي بينهم، فمحتاج المكان اللي بينهم ده ادرسه قبل ما ابدا ابني. محتاج ادرس من ناحيه الظل، من ناحيه الحراره، من ناحيه الرياح، ايه اللي هيحصل في المكان ده. فكل الكلام ده اقدر احصل عليه لو انا عملت ليدر وبدخل الداتا دي كلها للبيم ببرامج معينه داخل البيم، بقدر اعمل كل اللي انا قلته ده، الاناليسيس دي. وطبعا بقى البرامج دي ممكن برضو ندخلها داخل جي اس، ممكن برضو يعمل لي بعض السيناريوهات الاناليسيز، وهنشوف الكلام ده. طبعا زي ما احنا قلنا الليدر والليزر سكاننج، بصور الكلام ده، وبستخدم طبعا الكلام ده حتى في المدن الاثريه، او مثلا اعاده تاهيل المدن الاثريه او المعالم السياحيه الاثريه، بدون ما اعمل لها طبعا رفع مساحي بالطريقه التقليديه، بقدر اعمل لها مسح جوي، وطبعا بينتج عن الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده. دي مش عباره عن صوره، لكن ده بوينت كلاود، ده شكله ثلاثي الابعاد، كل نقطه فيه واخده اكس وواي وزد. تمام،
زي ما اتكلمنا قبل كده في السيتي اوف باريس فلودنج موديل، طبعا ده موديل معمول بين ايرفور روكس. في ناس قبل كده اتكلمت ان الموديل ده مش دقيق ومجرد اللي هو بس بيعمل سيميوليشن، ولكن سيميوليشن قد ينتج عنه قرار ان انا اشوف الحد الاقصى اللي انا ممكن اعمل فيه تطور في حدود الريفر ده، ما اقدرش انا مثلا ابني في حد معين، او مثلا الورست كيس سيناريو لما يحصل فيضان شكل الفيضان ايه، او ايه المنشآت اللي ممكن يحصل لها غرق، مستوى المياه يوصل لفين. فده احد التطبيقات اللي بنعملها في الانفراروكس. والجميل في الموضوع دلوقتي اللي انا ممكن بالجي اس احصل على معلومات تم دراستها قبل كده الفيضانات سابقه، باخدها كباوندري خارجيه، وباخد الباوندري دي ادخلها على من الجي اس على الانفراروكس كلاير. فطبعا دي فايده اللي احنا قلناها اللايرنج والانتجريشن ما بين الجي اس والبيم. طبعا ترافيك سيميليشن كلنا عارفين ان احنا ممكن يبقى عندنا المعلومات اللي حصلنا عليها خلاص من السايت، او السنسورز دي قالت لي الترافيك في المكان ده، عدد الحارات من الشمال الى الجنوب، او عدد السيارات اللي جايه من الشمال الى الجنوب، وليكن 50 سياره والجنوب الى الشمال مثلا 100 سياره. بعمل سيميليشن للكلام ده واشوف مستوى التقاطع ده هينجح معايا ولا هيسقط نتيجه الكيوينج لينس، او الشكل اللي انا شايفه قدامي الاحمر ده هو طول تخزين الحاره او طول انتظار السيارات نتيجه اشاره المرور دي، فبينتج عني قرار. القرار ده هل هو بزياده مثلا تايمنج، او دراسه نوع التقاطع ده ناجح او لا، هل انا اعمل له رايت تيرن بزود فيه الخدمه، ولا اغير المكان بتاعه، ولا ايه طريقه معالجه الموضوع ده نتيجه الترافيك سيميوليشن مبنيا على الداتا اللي عندي. اللي عملته العربيات بعمله برضو هنا للناس في الموبيليتي سيميوليشن، الاماكن اللي ممكن الاشخاص تتحرك منها. لو عندي مثلا مول اشخاص بتخرج منه فجأة، او سينما اشخاص بتخرج منها سينما، لو البيدستريان كروسنج ده عملت له سيميوليشن الترافيك هيحصل ايه في المكان ده، هل تسمح بمرور الاشخاص ولا لا، طب عرض الطريق او عرض السايد ووك ده في الفلو اللي خارج من المكان ده هل هيسمح. ده كله بشوفه في الموبيليتي سيميوليشن، وده جزء برضو من اجزاء السيفتي اناليسز والترافيك اناليسز اللي بتتم داخل برنامج زي الانفراروكس. طبعا الجميل في الموضوع ان انا اقدر اربط الكلام ده كله دلوقتي الارك جي اس، بقدر ان اربطه مع البيم سراوند 60، وطبعا الريفت اللي اصبح قوي جدا دلوقتي في مجال الكباري، بقدر اخد البريدج من الانفراروكس بحط له الكونسبشال ديزاين، بروح على الريفت بوقع البيرز بالابعاد الحقيقيه بتاعتها، واخش اسلحها طبعا بصممها الاول، وبعمل لها تسليح واحط الانفورسمنت، وممكن اخلص الجسر بشكل كامل واطلع كمان اللوحات. الجميل اللي اصبح كمان دلوقتي في انتجريشن ما بين الريفت وما بين الجي اس، ممكن اشوف الموديل نفسه ده بتاع الكوبري في الجي اس ك3 دي، وممكن كمان استعرض الخصائص بتاعت الاليمنت نفسها كلها داخل الجي اس، والعكس، لان طبعا انا شغال ريفرنس او مكاني للكلام ده. طبعا كل عنصر زي ما احنا قلنا بنحطه في البيم بيخش بالخصائص بتاعته الخاصه بالانفورميشن، حتى الاكسبيريشن ديت او اللايف تايم والكلام ده كله بيساعدني ان هو اخد قرار بعد كده في الجي اس. يعني نقدر نقول ان البيم هو احد المكعبات، ولكن الجي اس او السيتي انجن او السيتي موديل بشكل عام هو المنتج الكامل للمدينه. فكل مكعب انا بحطه او كل موديل انا بحطه بيكون عندي جزء معين، لكن التفصيله الاخيره والشكل الاخير بيكون للمدينه. زي ما احنا قلنا من شويه اللايتنج ده مهم جدا، ده نظام اسمه سمارت ستريت لايتنج. زي ما احنا شايفين السيارة ماشية، كل ما السيارة بتعدي في عمود بيطفي والعمود اللي بعده بينور بمسافة معينة تطيح للسائق ان الجزء بتاعه يفضل منور، والجزء اللي قبله خلاص انا ما عادش محتاجه. الكلام ده طبعا بيتم لو الطريق ده مش عليه ترافيك كبير طبعا، بس هو المقصد من الكلام ان احنا نعمل سيفنج للباور، ده المقصد من الموضوع. طيب طبعا سمارت لايسنس بليت ريكوجنيشن، طبعا
التشيك اللي بيحصل في الكاميرا نتيجة اللي هي تعمل ديتكشن لرقم اللوحة، ورقم اللوحة بيسمع ببيانات السائق اللي اوريدي رخصته متجددة أو غير مجددة، فبينتج عنه إن هو بيجيله إشعار. طبعا نشوف المنتج ده أو نشوف الديفايس ده في أكتر من أبليكيشن، زي مثلا التطبيقات اللي بنشوفها على الطريق أو الأجهزة اللي بنشوفها على الطريق. مجرد ما سرعتك بتزيد عن حد معين بيديلك نوتيفيكيشن خلال دقائق، بيجيلك رسالة إن أنت تم تسجيل مخالفة نتيجة كذا كذا، اسم السائق كذا وبيانات اللوحة، كل ده تم في ثواني نتيجة إن السرعة زادت. فدي معلومة راحت لمركز المعلومات، أخذ القرار في ليميت معين حتى حد المخالفات نفسه بيبقى فيه رينج السرعة من 60 إلى 80، من 80 إلى 100. كل رينج دول بيبقى فيه فيز معينة أو فاين معينة مخالفة بتنزل عليك. كل القرار ده اتاخد في ثواني، تمام؟ كل ده تم في ثواني. طبعا أعتقد دي آخر سلايد معانا النهاردة، وهي الووتر ليفل كنترولز. زي ما احنا شايفين برضه بيبقى فيه مثلا سنسور في حد معين بتديك الارم لو زادت المية عن حد معين، او طبعا نقص منسوب المية في النهر عن حد معين، ديك اشعار بالخطر او اشعار انذار بالخطر. سواء مثلا سد معين بتزيد فيه المية عن حد معين بيديك اشعار ان انت تفتح المفيض او تفتح البحيرة بحيث ما يحصلش انهيار للسد، وهكذا. دي كان بشكل عام أهم التطبيقات اللي ليها علاقة شوية بالسيفل وليها علاقة شوية بشغلنا كسمارت سيتي أو كإنفراستراكشر انتليجنت بشكل عام. في المحاضرة الجاية إن شاء الله هناخد زي سيناريو كده، الانفورميشن هنحصل عليها من الارك جي اي اس، وهنروح من الارك جي اي اس نعمل لها فيريفيكيشن في السايت، وبعد كده باخد الكلام ده اروح للانفراوركس اعمل كونسبشن ديزاين، اروح للسيفل 3 دي اعمل ديتيل ديزاين، لو انفراستراكشر بعمل لها تشيك في السيفل 3 دي ستورم سيناتري اناليسيس. خلاص عملت تشيك، ظبطت السايزز والمان هولز كل حاجه، اروح في السيفل 3 دي بديتيل ديزاين. انا عملت اوريدي كل حاجه، صممت، عملت سايزنج، تشيكت على الفلو. بعد كده ممكن حتى داخل سيفل 3 دي بعمل كلاش انترفيس اللي هي بيقوم بيها النافيس ورك، بس السيفل 3 دي برضو بعملها. عايز اروح للنافيس ورك بروح وارجع تاني السيفل 3 دي. خلصت الموديل، اصبح عندي دلوقتي موديل شبكه ذكيه، انا بدات من الزيرو من الارك جي اس، رحت للانفرا روكس عملت سيفل 3 دي ديتيل ديزاين، عملت الجزء الخاص بالانجينيرنج او السايزنج الخاص بالشبكه. بعد كده بروح السيفل 3 دي معايا شبكه خلصانه محلوله كلاشز، ابعادها مظبوطه وجيو ريفرنس يعني موجوده في مكانها الحقيقي، شبكات ومطابق. برمي الكلام ده كله على الارك جي اس. انا كده خدت 3 دي اليمنت وديته لي 3 دي سيتي. يعني ايه كل ده؟ انا خدته من البيم كمنتج اخير، وده اللي انا قلته في البدايه خالص، كمنتج اخير دخلته من عمليه الديزاين الى عمليه الاسيت انفورميشن. بيستخدم الكلام ده بقى فين؟ انا بقى عندي مشروع جديد بقى في المكان ده، او هاخد مثلا فيس 2 او فيس 3، بدور على التاي ان بوينتس. خلاص انت عندك الموديل اوريدي مبني في 3 دي، تخش داخل الارك جي اس بقى تطلع المعلومات الكامله للماسوره ملها الانفرت ليفل بتاعها. بتشتغل فيها في ال 2D، ده الفرق اللي انت بتشتغل في موديل خاص بمبنى، موديل خاص بشبكه، او تشتغل في موديل خاص بمدينه، مدينه متغذيه بانفورميشن كلها سمارت. اشكركم واتمنى ان المحاضره تكون استفدتوا بيها، ودي كانت بس فكره يعني ايه سمارت سيتي. طبعا احنا كلنا بنتعلم من بعض، لو في تقصير فهو مني ومن الشيطان، ولو كنت نجحت في اي شيء فهو توفيق من ربنا. اتمنى لو في حد عنده سؤال نتشارك مع بعض في التفكير وفي الاراء. السلام عليكم استاذ ايمن، ازي حضرتك؟ الف شكر على المحاضره الرائعه، الله يكرمك استاذنا. الله يبارك فيك. مهندس هاجر عندها سؤال. ايوه اتفضل.
السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. باشمهندس أيمن، بصراحة محاضرة رائعة جدا. أنا مهتمية بمجال جدا لأن أنا بعمل فيه ماجستير بس في العمارة، إن شاء الله. اللي هو الجي اي اس والجي اي ام انتجريشن. أنا بتكلم يعني عن مباني، فأنا كان نفسي حضرتك تكلمنا شوية عن موضوع المباني. يعني إحنا كنا بنتكلم الانتجريشن هيبقى مفيد للطرق، هيبقى مفيد لحاجات كتير. المبنى، هل الانتجريشن قدر يوصل ان هو يقرا الحوايط واللايرز بتاعتها، ولا برضه ما زلنا عندنا نفس المشكله ان احنا مش قادرين نقرا الكلام ده؟ لا دلوقتي الريفت دلوقتي قدر ان هو يعمل انتجريشن كامل ما بين الجي اي اس والبيم، وحتى داخل بيئه عمل الجي اي اس دلوقتي نقدر ان احنا حتى المعلومات الخاصه بالمبنى نقدر نقراها، يعني نقدر نقف على الحيطه نعرف ابعادها خصائصها الماتيريال اللي فيها. ليه؟ لان كل الاليمنتس اللي بتروح بقت بتروح كامله. زمان كان بيروح الاليمنت المبنى بيروح باوندري خلاص بيتعامل معاه كانه كتله، دلوقتي داخل بيئه عمل الجي اي اس نفسها حصل الانتجريشن كامل اللي انا قلته كله في السيريال 3 دي. دي حقيقة يا باشمهندس. أيوة، أنا فعلا لما دخلت المبنى بقى فيه اللي هي علامة التعجب دي بتاعة الجي أي إس، لما بقف عليها بيقول لي المعلومات عن المبنى، بس هو مازال مش قاري إن ده المبنى الحيطة ومكوناتها كذا لما أجي أعمل سولار أناليسيز أو أي حاجة. فهل هم برضو لسه ما عندهمش النقطة دي، ما مسكوهاش بإيديهم؟ شوفي، هو الموضوع ده يعني يمكن مثلا بداياته السنه دي، يعني لسه احنا بنتكلم في يعني بيم وجي اي اس لسه الكولابريشن اللي بينهم تم يمكن اول السنه دي. انا اعتقد خلال ايام، يعني المنتج اللي احنا شايفينه ده يعني كل الناس بتبلغ مثلا باشعارات معينه احنا محتاجين السيرفيس دي. اعتقد النقله التحدي الاكبر والنقله الاكبر اللي احنا بالفعل وصلنا لها اللي بقى فيه انتجريشن كل الداتا الخاصه بقى بالموديل دي او الديفكتس دي هتتطور في المستقبل. واعتقد ان الموضوع فعلا بدأ يتحسن، وانا حتى شفت بعض الامثله في الريفت وطريقه قراءه الكلام ده في الجي اس، واعتقد الموضوع يعني مساله وقت يعني. فانا كسيفل انجينير بقدر اقول لك الانتجريشن اللي احنا بقينا فيه دلوقتي مثلا كجي اس وانفراروكس خلاص، يعني يعتبر كل حاجه دلوقتي بقى ممكن نعملها داخل جي اي اس. ده هنشوفه في المحاضره الجايه، لكن كمباني بقول لك اللي احنا في الطريق. تمام، ماشي، شكرا جدا لحضرتك، وان شاء الله هحضر المحاضره الجايه. وبجد يعني جزاك الله كل خير، المحاضره كانت حلوه جدا. شكرا لحضرتك. شكرا. عشان سليمان لو سمحت لي، في حاجه لسه نازله جديده اسمها اندور بوزيشن سيستم، اللي هو ان انا احدد المكان بتاعي جوه المول او جوه مكان صغير او جوه مبنى، بحيث ان انا يحدد لي انا في انهي دور وانا موجود في انهي جزء في المبنى دوت. يعني الجي اي اس بيبقى ليه مساحه، يعني مسافه معينه اقل من 10 متر ما بيقدرش يحدد. انما لو استخدمنا الاندور بوزيشن سيستم، وده نظام بيبقى لازم الشركه نفسها او المبنى نفسه يكون بيدعم الموضوع دوت، سواء من خلال استخدام تقنية الواي فاي أو البلوتوث أو ال NFC أشعة الحمراء، كل الحاجات دي ممكن بتساعد إنها تحدد المكان. وده مهم جدا، يعني على سبيل المثال لو حصل حريق في مكان يقدر النظام ده على طول أوتوماتيك يبعت لك رسائل شخصية على الموبايل بتاعك تروح لأني في مكان. يعني كل شخص في المبنى بتجيله رسالة مختلفة تقول له هو يهرب منين حسب المكان بتاعه. فدي تكنولوجيا ممتاز. بدأوا يهتموا بيها الفترة اللي فاتت، وفي برامج كتيرة بتدعم الموضوع ده زي الاي جيت او الزونس اندور بوزيشن سيستم، فهم في ده. يعني جي اس بياخد مساحة كبيرة جدا، انا باخد مساحة صغيرة مول صغير وابدأ اركز عليه. وشكرا. ممتاز، معلومة قيمة جدا يعني. الله شكرا يكرمك. جدا الله يكرمك استاذ. أنا في صورة وصلت من دكتور إبراهيم، بس مش عارف أفتحها، دي عبارة عن إيه؟ طيب هشوفها. أوكي. لا أنا ما وصلتليش، هي وصلت لك على الخاص. طيب باشمهندس محمود. السلام عليكم، إزي حضرتك يا باشمهندس؟ خير. يا رب تكون حضرتك بخير يا رب، وجزاك الله خيرا على المعلومات الغنية دي. يعني بصراحة المحاضرة مليانة معلومات كتير قيمة جدا. انا طالب لسه في الفرقه الرابعه، ومشروعي مشروع مساحه. بصراحه محاضره حضرتك يعني فتحت ذهني لحاجات كتير جدا بصراحه.
فجزاك الله خيرا على المعلومات دي كلها. شكرا جزيلا، توفيق. انا عندي بس يعني يعني حابب اقتراح حضرتك، كنت حابب اضيف جزء في المشروع بتاعي عن البيم والجي اي اس والانتجريشن ما بينهم، فحضرتك يعني لو تختار لي موضوع بسيط اقدر ان انا وزمايلي نقدر ان احنا نضيفه في المشروع. تمام، ممكن لو كده تبعت لي رساله بعد المحاضره ونتكلم مع بعض ان شاء الله اقول لك افضل حاجه يعني. تمام يا باشمهندس. طيب ممكن بس الايميل ده خلاص بحضرتك؟ حاضر المهندس عمر، هيدوه لك. حاضر، ابعته لك. حاضر، انا متشكر جدا. طيب باشمهندس هاني. السلام عليكم. دكتور هاني، اسف دكتور هاني، اتفضل. ولا يهمك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خليني الاول ارحب بكل الناس الموجودين واشكر باشمهندس ايمن على المحاضره الجميله. شكرا جدا. هو انا طبعا استاذ نظم معلومات الجغرافيه وجغرافيه عمران بجامعه الفيوم، ما شاء الله، واحد المتخصصين في المدن الذكيه، ما شاء الله. ربنا يبارك لك، اتفضل تشرح بقى واحنا هنسمع حضرتك. فهو سعادتك طبعا الموضوع جميل جدا وجريت بينا كده بجوله كبيره خالص او سريعه في موضوعات كتيره قوي، يعني اتكلمت عن سمارت واتكلمت عن الجي اي اس والبيم في السكه، طبعا ما نقدرش ننسى هويتنا، وبعدين الانترنت اوف ثينجز، وبعدين البيج داتا، والكلام ده كلام جميل جدا. بس انا باشمهندس ايمن هتسمح لي بس يعني بعض التعقيب كده وايه وانقشك يعني والنكش ده من سمات العلماء يعني عموما. طبعا هو الجي اي اس لما قلنا ان هو اصلا 2D واحنا هندعمه ونحط البيم البيلدينج انفورميشن موديلنج عشان يبقى يدينا ال 3D اسبكت فيه يعني، لا هو ازري لما كانت عملاقه وفي بدايه شغل الجي اي اس وبعدين بدات الدنيا تمشي، فوصلنا ان الجي اي اس ابلكيشنز بقت تخش في الديتيلز بشكل غير عادي، يعني هي تقدر بالفعل تعمل الجزء، نعمل سبوت بقى وندخل جوه المبنى وندخل انر بقى ونشتغل الكلام ده موجود، وهم لسه ليهم حاجه في السيفيل كده، سيفيل ابلكيشن لسه نازل السنه اللي فاتت بيعمل عمال سود، بس ما يمنعش ان احنا هندخل بالبيم عشان نتكلم شويه بتوع المهندسين بقى وشويه العماره وشويه كده. هو البرامج بتاعه الجي اي اس عموما كلها ليها خاصيه او ميزه ان احنا نقدر نهايبر لينك على اي حاجه وتفتح اوبجكتس كتير وتفتح برامج كتير جواها وتقدر تلانكد على الكلام، لكن انا عايز بس حتى لا نهمل قيمه الجي اي اس. الجي اي اس هو مش سبيشال، بس يعني هو مش بيهتم بس ان انا الحاجه في السبيشال، هو وليد عصر الداتا بيزز مانجمنت، ولكن الكلام ده هو ريليتد بالمكان، يعني ريليتد ايه بالمكان، يعني هو انا عندي اكس وواي في كل مكان بروح، الاكس والواي دولت بقدر احط عليهم كل حاجه قبل، سواء هشتغل 3D فعندنا في 3D ابلكيشنز موجوده كتيره جدا، سواء كنت هشتغل على قاعده بلان او كنت هشتغل على ديم ديجيتال اليفيجن موديل، وهوصل بيها لكلام غير عادي يعني وبنتناولها في ابحاث بشكل كبير. طيب الميزه بقى اللي هي في الجي اي اس واللي هتنط بينا على المدن الذكيه دلوقتي، الميزه في الجي اي اس ان هي عندها خاصيه التوبولوجي. الخاصيه التوبولوجي ده اللي هو الحدس المنطقي لكل اوبجكت والاوبجكتس اللي حواليه، يعني احنا سواء بنشتغل دايما على بثلاثه سيمبلز كده، سيمبل نقطه وسيمبل خط وسيمبل اللي هو البوليجون، والسيمبلز دي سواء كنا شغالين، مش عايز ادخل بقى في تكنيكس يعني، ولكن هو السيمبل ده لو كان خط بيمثل مثلا ماسوره، فالجي اي اس سوفت وير بيقدر يخليني اقول الماسوره ديت متصله بايه، وهي الاتساع بتاعها او القطر بتاعها اكبر او اصغر، فما ينفعش ان ماسوره اصغر مثلا تصب في ماسوره اكبر بكميه، يعني احداث منطقيه كتيره جدا اقدر اتحكم في الجي اي اس سوفت وير فيها، وبناء على كده تديني الحدس المنطقي او الروح بتاعه الشيء، مش وده اللي هو امتاز بيه عن الكاد يا باشمهندس، عشان انا برضو حركت في السكه قلت ايه، قلت كانوا في شيء من التنافس بين الكاد
والشغلانه بتاعت الاوتو ديسك والشغلانه بتاعت ازري في ار جي اس والشله دي. لا هو الكاد سي اي اس كارتوجرافيك انفورميشن سيستم، لكن الار جي اس والحاجات دي جي اي اس هو فيه التوبولوجي، الكاد مش هتلاقي فيه توبولوجي. هي الاوتو ديسك ماب بعد كده بداوا يدعموا بالكلام ده، لكن كل برامج الجي اس فيها خاصيه التوبولوجي دي اللي هي المنطقيه. لما بمثل بيه طريق هو بالفعل بيحس ان هو طريق، لما بمثل بيه مصوره بيحس ان هو مصوره، لما بيمثل بيه منزل او بيت او مبنى بيحس ان هو مبنى، وبيديني امكانيه ان انا اعدل في الكلام ده. بالنسبه للقطه كده عن الجي اس. طيب الجي اس بقى لو انا هستخدمه في المدن الذكيه، وقبل ما اروح للمدن الذكيه، فاحنا عندنا الشغل على الجي اس حاجتين، عندي حاجه اسمها اون سكرين اناليسز، وعندي حاجه اسمها يعني نقدر نقول ايه، نقدر نقول ادفانسد اناليسز او سبيشال اناليسز او حاجات زي كده. الاون سكرين اناليسز اللي هو كل الشغلانه بتاعت الخريطه والمرئيه الفضائيه والبتاع اللي انا اقدر ايه، اللي هو اقدر زي شغل جوجل ايرث كده والحاجات اللي احنا بنقدر نلعب بيها دي. لكن الحاجات بقى الادفانسد بتديني كلام تاني اعلى بكتير جدا جدا جدا، ومنهم الموديلنج والسيميوليشن اللي هم دول بقى الكلام الكبير خالص في الجي اي اس اللي هو بنحتاجه في السمارت سيتي. وهقفز معاك قفزه من الموضوع كبير، احنا عايزين اعداد فيه انا وانت يعني. طيب تحت امرك يا دكتور والله. طيب السمارت سيتي بقى، السمارت سيتي اتس ا فازي كونسبت زي ما قالوا، يعني احنا هنلاقي هولندس وهنلاقوا برضو وهنلاقي كومنوس اللي هو بتاع ارسطو اليونانيه، وهنلاقي كارجيلي بتاع ايطاليا. الناس اللي هم لما تقرا سمارت سيتي هتلاقي الناس دي دايما بتكتب وبتتكلم. فقالوا ان السمارت سيتي فازي كونسبت، يعني الترم الناس بتستخدمه للاسف بتستخدمه زي ما احنا لمسناه في كتير في الديجيتال سيتي. في فرق كبير جدا بين الديجيتال سيتي. زمان خالص كانوا بيقولوا ايه، اول ما اخترعوا اشاره مرور في هايوستن في تكساس في امريكا، بدات الفكره تظهر كده ان في حاجه في الفيوتشر سيتي، مدينه المستقبل. بداوا يتكلموا بشكل كبير في اوائل القرن العشرين على الفيوتشر سيتي. لما جينا بقى في الكيوتو بروتوكول بتاع سنه 1000 وسنه 2007 اللي هو كان عن انبعاثات ثاني اكسيد الكربون، ومش بدات تظهر فكره ان الله ده المدينه في خطر زي ما سعادتك اشرت من شويه. المدينه في خطر، طب ايه بقى البيلرز بتاعه الاخطار بتاعه المدينه؟ فالناس قالت احنا عايزين نوصل المدينه نرجعها تاني يبقى في كواليتي اوف لايف ليفلز، ودي يا جماعة نشغلها ازاي؟ قالوا الديجيتال سيتي. لا الديجيتال سيتي مش بتحس، لا طب احنا خلاص ننط شوية ونخش في السمارت سيتي. فكانت السمارت سيتي اهم حاجة فيها السمارت بيبول. لو مفيش سمارت بيبول هتبقى ديجيتال سيتي مفيش فصال. وهنا اللي هم كل الناس تقولك دي سي اي تي كوميونيكيشن اند انفورميشن تكنولوجيز، هي دي اللي موجودة في المدينة الذكية. المدينة الذكية مش كده خالص، هنلاقي ناس تميل للمدينة الذكية اقتصاد، المدينة الذكية تدخل دخل وتستهلك طاقة أقل وفي نفس الوقت تريح السكان بتاعها. تلاقي ناس تانية بتقولك زي دبي مدينة السعادة، مدينة ذكية. زي مثلا لو رحنا كيب تاون مدينة رقمية وهنلاقي فيها أكبر نسبة اغتصاب وجرائم جنسية، ومع ذلك بيقولوا مدينة ذكية. فالموضوع مدينة ذكية موضوع كبير 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 للغاية. طب لو هنقول بقى الجي اي اس والمدينة الذكية في قفزة كده، لا ده الجي اي اس انا اقدر اعمل سايت سيليكشن بكريتيريا. الكريتيريا دي هنعمل ايه، هنختار ايه في المكان، لان هو الجي اي اس الميزة زي ما قلت ساعتك ان هو المكان مربوط قدامي، المكان بين ايديا، كل الديتا اللي انا حطيتها عليها. وبالمناسبة في فرق بين الديتا والانفورميشن ريجمنتس، يعني الديتا هي المادة الخام اللي لسه قبل ما اعالجها ولا احللها ولا اي حاجة، فدي ملهاش اي قيمه غير ان انا مخزنها. اول ما محلل واعمل تبدا تديني معلومه تديني انفورميشن. عشان كده احنا بنقول ايه، بنقول الداتا دي طول ما هي عندنا في الداتابيز او الداتابيز بتاعتنا ملهاش قيمه لغايه ما انا ابدا احلل بناء على كريتيريا وودي نتائج وندير، يبقى احنا كده بقى لها قيمه. طب ادي نتائج وندير وتبقى سمارت امتى؟ لما بدخل البوبوليشن معايا، بدخل البيبل معايا. عشان كده الجوفرنورنس، حتى لما اقول ان انا هعمل مدينه ذكيه، طيب يبقى لازم الناس تشارك في القرار، لان البيلرز او الكريتيريا اللي موجوده في امريكا لو جيت اطبقها في مصر عندنا هتبقى فاشله، مش هتنفع. ولذلك الهدف في الاساس ان انا اوصل لشيء من الكواليتي اوف لايف. طيب بتعمل ايه الجي اي اس؟ تختار مكان، تعمل ايه تاني؟ تعمل
موديلز عباره عن ان انا اتتبع بيهيفير بتاع ظاهره، ادخل بقى البعد الرابع اللي هو البعد التاريخي، اجيب اكتر من 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 مرئيه فضائيه، اجيب اكتر من داتا تاريخيه، ومن خلال التتبع الكوزيتيفز بتاعت ظاهره معينه مكانيا بقى بالمتر والسنتي والاتساع وكل حاجه في المراحل السابقه، اقدر اوصل في اللي جاي الدنيا تكون ازاي، واحط موديل مستقبلي بالفعل، وبناء على ان انا عملت سيميوليشن للبيهيفيرز دي. موضوع كبير جدا، انا احيي حضرتك بشكل كبير قوي انك لمسته، وايه ولو انا او حضرتك او اي حد هنتكلم فيه هنلاقي برضو ان احنا بنلطش في بعض كده، لان هو الموضوع كبير بالفعل. خليني اشكر حضرتك على تناول هذا الموضوع، ومنتظرين طبعا اسراء ان شاء الله في المراحل الجايه وجاي. وشكرا لحضرتك. انا اشكر طبعا حضرتك يا دكتور، لان حضرتك بصراحه يعني الاضافه اللي ضفتها للمحاضره يعني خدت المحاضرة في الجانب الأكاديمي والتطبيقي. يعني فعلا أنا طبعا خبرتي في الجايس يعني مجرد خبرة مكتسبة، لكن طبعا حضرتك خبرة أكاديمية وعملية، فطبعا أنا بحيي حضرتك على المداخلة دي. لا العفو، لا ده أثرتني بس بجهدك الجميل ومحاضرتك الجميلة، ويعني شكرا جزيلا. شكرا يا باشمهندس، تحياتي. شكرا، شرفت بحضرتك. شكرا، ألف شكر يا دكتور. وعلى ميعادنا إن شاء الله بعد ما الامتحان تخلص، حضرتك شرفنا كده على راسي، على راسي إن شاء الله. الله يكرمك أستاذنا، الله يكرمك أستاذنا. دكتور إبراهيم. السلام عليكم باشمهندس أيمن. عليكم السلام. صراحة يعني أنا بعد كلام دكتور هاني أنا مش قادر أتكلم، لأن فعلا هو صار جزء كبير جدا من أنا كنت عاوز أقوله. في نفس الوقت إن أنا كنت عاوز أعرج إن يعني موضوع يعني سعادتك تدرجت عليه وتعرجت عليه بشكل سريع، في حين إن هو يحتاج أكتر من محاضرتين ثلاثة، يعني ده وجهة نظري. ويعني دكتور أيمن، دكتور هاني يعني صراحة يعني وفف كل اللي انا كنت حابب اسال فيه بجد يعني. فانا بس حبيت ان انا اكمل المشاركه، ان انا اشكر سعادتك على المحاضره لانها فعلا ممتازه جدا وشغاله وعمليه في مجالات كتير عندنا هنا، وفي نفس الوقت اغلب المشاريع بتحتاجها وسعادتك يعني الله اعلم اذا كنت انت في السعوديه او في مصر، فكده اوير بالكلام ده. فدول الخليج بصفه عامه والمهندس عمر عارف يعني ان السود دلوقتي بتتطلب الكولابوريشن ما بين البيم والجي اي اس والانترنت اوف ثينجز والانترنت اوف اوبجكت كمان، يعني في حتى يعني من ضمن الحاجات الجديده اللي هي الاي او تي الانترنت اوف ثينجز، وفي كمان الاي او او اللي هي الانترنت اوف اوبجكتس، دي يعني يعتبر ارتفيشال انتليجنس ليفل عالي تاني. ده اللي شغالين احنا في الامارات، وبداوا هنا عندنا في السعوديه من جزء كبير يعني قبل الكورونا كمان قبل الحضارة. فأنا أتمنى أن سعادتك يعني تستفيد بأكثر من محاضرة، لأن الموضوع مش مجرد أن يعني الابليكيشن أنت قلتها بشكل سريع، لأن الموضوع صراحة يعني أنت كنت سريع في الشرح وده حاجة يعني تشكر عليها، لكن عشان الناس تستفيد أكثر من محاضرة. ده وجهة نظري. أنا بشكر حضرتك جدا يا دكتور على المداخلة، وإن شاء الله بنحاول نضيف محاضرات أكثر يعني إن شاء الله. الله يجزيك خير، وشكرا مهندس عمر، وشكرا دكتور هاني، ومهندس أشرف. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير يا دكتور، الله يكرمك، وشكر لأستاذنا باشمهندس أيمن ودكتور هاني ولكل الحضور. وأنا نزلت الرابط بتاع الحضور على أساس الناس تسجل الحضور بتاعها الكريم. الاكونت او اللينك ده بتاع مهندس ايمن بعد اذنك، اذا كان في شيت احطه تاني. حاضر. انا ما شفتوش لان كنت منشغل بالدكتور هاني، فكنت مركز معاه. تمام، الله يكرمك، يبارك ساعتك، رب جزاك الله خير، وراجع له الله في مزاد حسناته. انا عندي بس تعليق بسيط. يعني ان في بعض المدن بتكون مدن فيها تكنولوجيا حديثه بس مش مريحه للانسان، فاهم حاجه اثناء ما الواحد بيكون شغال يركز على تصميم حاجه تكون مريحه للانسان. يعني ممكن يكون حاجه بسيطه جدا بس في تعديل في التصميم يخلي حاجه الانسان مستريح، او يكون في نباتات طبيعيه، او يكون في مساحات واسعه تريح العين وهكذا. الفكره مش كلها الموضوع السمارت. طبعا السمارت حاجه مهمه، انا من ضمن الناس المهتمه ان انا اتعلم موضوع السمارت ده من باشمهندس ايمن، بس بتكلم واحنا بنطبق نحاول بس نفكر في الانسان. الله يكرمك، شكرا جزيلا. طبعا المهندس عمر يعني الاضافه المعماريه بقى بتاع الحس المعماري
بشكر طبعا حضرتك على المداخلة الجميلة دي، وبشكر كل الناس اللي حضرت وشرفتونا، وأتمنى إن أنا أكون ضفت ولو معلومة واحدة بس، وإحنا كلنا بنتعلم من بعض. وبشكر طبعا دكاترتنا العظام على المداخلة الجميلة، وإن شاء الله نتقابل في محاضرة جاية بإذن الله. شكرا جزيلا لكل الناس.